ونموذج في غاية الروعة صراحة يعني، ونموذج في غاية الروعة يعني. نسأل الله عز وجل يعني إيه يكون بداية كده جميلة أو ختام جميل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. في كل مرة تتسارع فيها سيارة أو شاحنة، تتسارع يعني تمشي بسرعة، السيارة أو الشاحنة اللي هي العربية اللي بتشحن، تبقى زي العربية النقل وكده، أو يضغط على مكابحها بقوة تتطاير جزئيات دقيقة من إطاراتها. إحنا بدايتنا بالقراءة المتحررة، ونشوف إزاي نتعامل مع القراءة المتحررة، ودي بقى الإرشادات العامة بقى للتعامل مع القراءة وإحنا بنحل. طيب قبل ما أبدأ إزاي نتعامل مع القراءة، قبل ما نبدأ أقرأ القطعة، قطعة القراءة لازم تقرأها مرتين يعني على الأقل يعني كده، وبعد كده في أول مرة بتقرأها وبتقرأ أسئلتها من غير ما تحل، وبعد كده سيادتك ارجع اقرا تاني ماشي، بعد كده ترجع تقرا تاني و شوف بقى ايه، روح للاسئله وروح لسؤال سؤال، لان انت لما تقراها باسئلتها بتوضح لك، تيجي تقراها للمره الثانيه بتوضح اكتر، بتيجي تحل الدنيا بتلاقي تكون معاك سهله شويه. وهنعمل كده برضو في النصوص يعني، اتعمل كده ان شاء الله في الامتحان في النصوص والقراءه. كل مرة تتسارع فيها سيارة أو شاحنة أو يضغط على مكابحها يعني تدوس بنزين بسرعة كده بقوة تتطاير جزئيات دقيقة من إطاراتها، الإطار اللي هو الكاوتش العجل اللي بتمشي عليه. العجل طبعا معمول كده من حاجات جلد، ففي حاجات من الاحتكاك بتتطاير ماشي. في كل مرة تتسارع فيها السيارة تتطاير إيه؟ جزئيات دقيقة من إطاراتها وتتأثر بفعل الأمطار والرياح حتى تصل إلى التربة القريبة، وقد تختلط مع الجريان السطحي للطرق السريعة لتصل إلى الأنهار. الجزيئات اللي بتطير من الكاوتش العجل بتتفاعل مع الأمطار والرياح، والرياح بتحركها ممكن توصل للأنهار والبحار، وتنتقل الجسيمات متناهية الصغر اللي هي صغيرة جدا كده وذرات الغبار عبر الهواء، وتجد طريقها الى الرئتين. طب لما تيجي في الهواء، ما انا هشم الهواء ده، واخد بالك انت؟ يعني انا الهواء ده اعمل ايه؟ انا هشمه ماشي؟ وتختلط مع الجريان السطحي للطرق السريعه لتصل الى الانهار والبحار، وتنتقل للجسيمات متناهيه الصغر وذرات الغبار عبر الهواء، وتجد طريقها الى الرئتين، وتتسبب الاجزاء الاكبر حجما في تسرب مواد كيميائيه الى البيئه. فبيقول لي ان العجل بتاع الكاوتشات بتاع العربيات لما بتمشي بسرعه كبيره جزئيات دقيقه بتطير منها من الاحتكاك مع الاسفلت، وبعد كده الرياح والامطار ممكن توصلها الانهار والبحار، وبتكون موجوده في ذرات غبار الهواء، فممكن تخش مع الاستنشاق للرئتين. اما الاجزاء الكبيره بتسرب مواد كيميائية ماشي، تجعل مواد كيميائية تتسرب إلى البيئة. ويفقد إطار سيارة متوسط الحجم، يفقد إطار سيارة متوسط الحجم في المعدل 4 كيلو جرام من الجسيمات على مدار عمره الافتراضي. يبقى على مدار عمره الافتراضي بيفقد 4 كيلو من حجمه، وبحسب التقدير يتم إطلاق 6 ملايين طن من جزيئات الإطارات في جميع أنحاء العالم سنويا. يعني جزيئات الإطارات اللي بتطير في العالم تقدر ب 6 ملايين طن في السنة، 6 مليون طن في السنة. وتآكل الإطارات يعد أكبر مصدر للبلاستيك الدقيق، البلاستيك الدقيق اللي بيطير فيها ده أكبر مصدر يعني تلوث، والتلوث النجم عنه آخذ في الارتفاع. إمتى يكون، إمتى بيرتفع؟ مدفوعا بالاتجاه نحو سيارات اكبر حجما واكثر قوه. يبقى السيارات ذات الحجم الكبير والقوه الكبيره وجودها بكثره يؤدي الى ارتفاع تلوث ايه؟ التلوث الناتج عن الاطارات، لان دي بيكون يعني التاكل فيها اسرع. لان معظم الابحاث التي اجريت كانت تركز على التلوث البلاستيكي الدقيق الناجم عن التعبئه والنفايات، في حين تشكل اللدائن
من الاطارات نسبه 30 ل 40% من التلوث البلاستيكي. يبقى التلوث البلاستيكي اللي موجود في البيئه 30 او 40% منه بس بسبب الايه؟ اللدائن اللي طايره من الايه؟ من الاطارات اللي هي الكاوتش بتاع العجل بتاع العربيات. وفي هذا الصدد قام علماء سويسريون من سويسرا بالبحث في مجال سميه الاطارات. بحثوا في مجال هل الاطارات دي والجزئيات اللي بتطير منها سامه ولا مش سامه؟ برعايه مجموعه شركات مصنعه للاطارات. طب مين اللي بترعى الابحاث؟ الابحاث العلميه عايزه فلوس، مين اللي بترعاها؟ الشركات المصنعه للاطارات. ده يدل على ايه؟ يدل على ان الشركات دي مهتمه بالبحث العلمي. هي اللي بتصرف عليه. لمعرفة ما إذا كانت الملوثات الناتجة عن تآكل إطارات السيارات قادرة على الانتقال عبر السلسلة الغذائية، ممكن توصل لغذاء الإنسان، من اليرقات البسيطة، اليرقة البسيطة اللي لسه مولودة يعني، إلى أسماك سلمون قوس قزح. وكيف يتم ذلك؟ وفي عامي 2021 و2022 اللي هي السنة اللي فاتت، وجدوا أن مركبات جزئيات الإطارات سامة، المركب بتاعها سام، ولكنها لا تشكل خطرا سميا فوريا. هي سميه فالسميات، بس السميه بتاعتها مش ايه؟ مش على الفور. ان اطار السياره البسيط معقد للغايه، حيث يحتوي على 400 مركب كيميائي مختلف. اطار السياره الكاوتش العجل انت شايفه كده مكون من 400 مركب كيميائي. واحد مكوناته المستخدمه على نطاق واسع لمنع تلف اطارات المركبات عشان ما تتلفش بسرعه يعني، واستمرارها لفتره اطول، مركب بي بي دي 6. ده مركب كيميائي، ده خطير جدا، الذي يعد مشكله حقيقيه حين يتاكسد المركب ده ويتحول الى كينون بي بي دي 6 السام. كينون ده سام جدا. ده جاي عن ايه؟ جاي عن الاول ده اللي هو بي بي دي 6 ده الاولاني ده. وفي عام 2020 وجد باحثون أمريكيون أن هناك علاقة بين مركب كينون بي بي دي 6 والنفوق الجماعي لأسماك سلمون كوهو. يعني موت الأسماك دي كان بسبب الإيه؟ بسبب المادة السامة ماشي بتاعت كينون، لأن يعني علاقة مرتبطة، مرتبطين ببعض. سمك كوهو ده، سلمون كوهو ده فين؟ في خليج إليوت بمدينة سياتل. ولوحظت نتائج مماثلة في كندا واستراليا. وفي عام 2022 عثر علماء في جنوب الصين على كل من المركبين ماشي في المركبات دي في بول البالغين والأطفال. يبقى وجدوا المواد السامة دي فين؟ في بول البالغين والأطفال، اللي هو المركب بتاع بي بي دي 6 ده، والتاني ده الكينون السام. يعني وصل للإيه؟ وصل للإنسان. طيب، وحذرت دراسة علمية من أن انخفاض مستوى ضغط الهواء في الإطارات وخشونة أسفلت الشارع والإطارات رخيصة الثمن، إن ضغط الهواء اللي في العجل الكاوتش لو انخفض أو الأسفلت في خشونة هيؤدي طبعا إلى إن الكاوتش ده يتاكل بسرعة، والإطارات الرخيصة اللي هي مصنوعة من أي حاجة كده أصلا ترفع من نسبة التلوث الناتج عن تآكلها، كما أن مستويات التآكل ترتفع في الدراجات النارية اللي هي الموتوسيكلات، وهي على أدنى مستوياتها في الدراجات الهوائية اللي هي العجل. طيب، الفقرة دي بتتكلم عن التلوث الناتج من إيه يا جماعة؟ القطعة كلها من كاوتشات العربيات أو الموتوسيكلات، وبالأخص العربيات لأن الاستخدام الأكبر. طيب، ولو خاصة لما بتمشي بإيه؟ لما بتمشي بسرعة، والعربيات حجمها الأكبر بيكون خطرها أكبر كل ما تكبر في الحجم وقوتها، وإن المواد دي اللي بتتأكل دي سمية، يعني فيها سمية ووجدوها في الإنسان، ودي أسباب بتؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث، سواء بقى اللي هي انخفاض ضغط الهواء في الإطار، يعني الكاوتش ما يكونش منفوخ كويس، الأسفلت متنال بستنيلة خشن ومكسر، الإطارات رخيصة يشتري أي عجل وخلاص. كذلك في الكاوتشات ايه؟ الموتوسيكلات بتكون اكتر. طيب، نروح بقى للايه؟ للاسئله كده، سؤال سؤال، ونشوف بنجيب الاجابه منين. طيب، انا قلت انت بتعمل ايه في الامتحان؟ الشهادات الاخيره اهي، هتمسك قطعه القراءه تقراها كويس مره اول مره،
وبعد ما تقراها كويس بتركيز روح اقرا الاسئله باختياراتها، ما تحلش، اقرا سؤال سؤال باختياراته على اساس قراءتك الاولى. هو في حاجة في الصوت؟ ايوه انا عندي كمان الصوت واقف صح؟ اه يا اسطى. أهلا يا باشا، اهلا خلاص يا بقى باشا، انزل ذوق. بلاش بقى، خلاص نفتح كده. الفور جي يشتغل بقى، اصل انا محاول اصلا على الباك مش الواي فاي، النت جو حر فبيأثر على الواي فاي. نفس الفترة بس زبالة. وصلك طلع؟ النت التاني احسن. طبعا يا باشا. انا الواي فاي ولا الفور جي؟ الغلابة الواي فاي. النت جو حر فبيأثر على الواي فاي. بس الصوت طالع على اليوتيوب، خلي بالك. خلاص بقى عشان الصوت طالع على اليوتيوب. انت تاني احسن طبعا. انا الواي فاي ولا الفور جي؟ الغلابة الواي فاي. في حاجة في الصوت ولا كده اتظبط؟ تمام كده، الصوت تمام؟ اتظبط كده طب تمام. الناس شغالة على اليوتيوب ولا ظبطه تاني؟ شغال. شفته يعني؟ شغال. طب انت وصلت معانا لما قلت بنقرأ القطعة مرة واثنين، مرة المرة الأولى بعد كده بنقرأ الأسئلة مجملة، احنا نعمل كده في الامتحان. في حاجة هنقرأ في الصوت القطعة أول مرة ولا كده اتظبط يعني؟ بأسئلتها مجملة بكل الصوت تمام. الاختيارات. بعد كده في حاجة تانية ولا إيه؟ لا لا، انا اقفل الميكروفون وشغل اليوتيوب. طب خلاص. بعد كده بنرجع نقرأ المرة الايه؟ المرة الثانية ماشي؟ ونروح بقى لسؤال سؤال، وفي كل سؤال بنرجع لايه؟ لمكانه في الفقرة تاني. يعني يكون في تأني كده في الحل. بيقول لي أي أنواع التلوث التالية أشد خطرًا وتأثيرًا على صحة الإنسان في ضوء قراءتك للموضوع؟ طيب في ضوء قراءتنا للموضوع، عايز من الموضوع مش هنألف، من خلال الموضوع القطعة اللي معاك. واللي تلوث الهواء بمعادن ثقيله وادخنه ناتجه عن احتراق وقود السيارات. طيب هو جاب لك في الموضوع التلوث الناتج تلوث الهواء بمعادن ثقيله؟ لا، ما جاش في الموضوع. لما ترجع تقرا الفقره تاني مفيش تلوث ناتج عن ادخنه واحتراق وقود السيارات خالص. لما ترجع تاني للفقره كده مفيش حاجه اتكلمت على ايه؟ التلوث الناتج عن ايه؟ عن الوقود المحترق من السياره. طيب هستبعد دي كده سهوله اهو، زي نتعلم نوصل الاجابه. ما جابليش ده اصلا في الموضوع اساسا، وما جابش تاثيره حجمه عامل قد ايه. طيب التلوث البلاستيكي الدقيق الناجم عن عمليات التعبئه وكثره النفايات، ده ذكره في مقارنه مع التلوث الناتج من اللدائن الدقيقه. هنا اهو فين؟ في الفقره الثانيه اللي هي دي، في الفقره الثانيه قال لك يفقد اطار سياره متوسط الحجم المعدل 4 كيلو جرام، وتاكل اطار يعد اكبر مصدر للبلاستيك، السطر الثالث الدقيق. والتلوث الناجم عنه اخس في الارتفاع مدفوعا بالاتجاه نحو سيارات اكبر، ويجب دراسه هذا النوع من التلوث، لان معظم الابحاث اجريت كانت تركز في القديم على التلوث البلاستيكي الناتج عن التعبئه والنفايات. وذكروا لك لما قالوا لك الدراسات الاولى كانت بتركز على الايه؟ على التلوث البلاستيكي الناجم عن التعبئه والنفايات، مع ان الناتج عن
تآكل إطارات السيارات من 30 ل 40% فهو الأخطر في البيئة كلها. طيب يبقى إذا دي مستبعدة، دي ذاكرها كده، بقول لك المفروض أصلا نهتم بده. طب تلوث البيئة الناتج عن الكيماويات المصنوع من إطار السيارات؟ لا، وقال لك إن إطار السيارة مصنوع من 400 مركب كيميائي. مصنوع من إيه يا جماعة؟ من 400 أهي مركب كيميائي بس. لكن هو لما اتكلم على التلوث بتاعه ليه؟ التلوث البلاستيكي الناتج عن لدائن دقيقة متطايرة من إطار السيارات، دي الإجابة، ده الأشد خطر. ليه؟ لأن ده بيمثل من 30 ل 40% من التلوث البلاستيكي في البيئة، في البيئة كلها. ده اللي هو ركز عليه. ماشي؟ هو لما ذكر المواد الكيميائية قال لك في مركب فيها سام، وده برضو بيجي نتيجة إيه؟ بيجي نتيجة اللدائن الدقيقة من الإطارات اللي هي تطايرها. فكده الإجابة إيه؟ دال، اللي هو التلوث اللي هو أشد خطورة اللي مذكور معايا في الفقرة، الناتج على اللدائن الدقيقة متطايرة من إطار السيارات اللي هو بيتكلم عنه الموضوع أساسا. واللي متى يزداد التلوث الناتج عن تآكل إطار السيارات في ضوء فهمك للفقرة الثانية؟ إمتى هيزداد؟ هو جاب لي في الفقرة الثانية إمتى بيزداد؟ تعالى للفقرة الثانية، لازم في كل سؤال يقول لي الفقرة الثانية لازم أرجع أقرأها وما اعتمدش على قراءة الأولى والثانية اللي أنا قرأتهم، ما اعتمدش عليهم. طيب بيقول لي إن يعد، بص كده من أول، يعد في السطر الثاني إيه؟ أكبر مصدر للبلاستيك الدقيق والتلوث الناجم عنه آخص في الارتفاع، مدفوعا بالاتجاه نحو سيارات أكبر حجما وأكثر قوة. ماشي؟ بيقول لك يتم إطلاق 6 ملايين طن من جزيئات الإطارات، يعني 6 مليون طن في العالم كل سنة. عشان كده احنا في واحد اخترنا إيه؟ اخترنا دال. 6 مليون طن الدقائق الصغيرة اللي بتطير من الكاوتش دي في العالم. طيب لما بتوصل ل 6 مليون طن، واخد بالك انت، وهي آخذة في الارتفاع عن الستة مليون طن، امتى؟ لما تكون مدفوعة بالاتجاه نحو سيارات اكبر حجم واكثر قوة. اذا السيارات الكبيرة في الحجم والقوة بتؤدي الى زيادة ايه؟ ارتفاع التلوث الناتج من ايه؟ من جزيئات الاطارات في العالم. يبقى لما يجي يقول لي هنا ايه؟ عند التوسع في انتاج سيارات اكبر حجما واكثر قوة، اقول له ايوه هي دي، هي دي اللي مذكورة في الفقرة الثانية الف. لما السيارات الاكثر حجما والاكبر قوه هي اللي بتؤدي لزياده ايه؟ التلوث الناتج عن الايه؟ عن الدقائق الايه؟ المتطايره من اطار السيارات. مش حين يستهلك اطار السياره قبل انتهاء عمره، قبل انتهاء عمره الافتراضي. طب اطار السياره خلص قبل عمره الافتراضي، ده مش هيزود حاجه. عندما يقل معدل فقد الجسيمات من الاطارات، ده لما يقل معدل فقد الجسيمات هتقلل التلوث اساسا. عندما يزداد التلوث البلاستيك الدقيق من التعبئه والنفايات، دي عن التعبئه والنفايات، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن اطارات السيارات، ده اللي ملهاش علاقه. ده تلوث من نوع تاني خالص، اللي هو قرنه بالتلوث بتاع اطار السيارات. فالف هي اللي مذكوره في الفقره الثانيه صراحه. لما جابها لي منين؟ جبناها منين؟ لما قال لي هي اخذه في الارتفاع مدفوعا بالاتجاه نحو سيارات اكبر، لما اكبر سيارات انتج سيارات اكبر في الحجم والقوه. اجي كده قول لي استنتج، قول لي ما سبب ثلاثة، ما سبب نفوق اسماك سلمون كوهو كما فهمت من الفقرة الرابعة. نقرا الاختيارات المرة دي ونروح للايه؟ للفقرة الرابعة. وجود 400 مركب كيميائي هو ده السبب داخل في تصنيع الاطارات، ولا تسمم اسماك الخليج الى اسماك خليج اليود باحد المركبات الكيميائية، ولا تطاير جزئيات دقيقة من اطارات السيارات، ولا القاء اطارات السيارات؟ هو لما ذكرني التسمم في الفقرة الرابعة هنا هو كان فين؟ لا ده في الفقرة الرابعة. والنفوق الجماعي هنا، وجد باحثون أمريكيون أن هناك علاقة بين مركب كينون، هي دي الفقرة الرابعة، والنفوق الجماعي لأسماك سلمون كوهو. يبقى سبب موتهم مركب كينون، إذا تأثرها بالإيه؟ بالمواد السامة الناتجة عن إطار الإيه؟ عن إطارات السيارات. أروح بقى للاختيار اللي بيدي المعنى ده بسهولة جدا، خلاص. وجود 400 مركب ده مش هو السبب، لا، تسمم اسماك الخليج اليود باحد المركبات الكيميائيه اللي هو كينون، تسممت باحد المركبات الكيميائيه اللي هو ايه؟ كينون، اللي هو مذكور معايا في الفقره اهو، مركب كينون هو ده اللي ادى للنفوق الجماعي الاسماك. يبقى تسممها باحد المركبات الايه؟
الكيميائية، فالإجابة به. والاستنتج دلالة قول الكاتب في سياق الفقرة الثالثة. دلالة قول الكاتب في سياق الفقرة الثالثة برعاية مجموعة شركات مصنعة، إن الأبحاث العلمية بترعاها شركات المصنعة للإطارات. هذه الفقرة الثالثة أي أجبها. وفي هذا الصدد قام علماء سويسريون بالبحث في مجال سمية الإطارات. شوفها سمى ولا لا. البحث ده كان برعاية مين؟ مجموعة شركات مصنعة للإطارات. ده يدل على إيه؟ يدل على إن الشركات دي بتهتم بالبحث العلمي في صناعة الإطارات. يدل على تراجع إنتاجية الشركات؟ لا. حرص الشركات الإطارات على سلامة الغذاء، مال الإطارات ومال الغذاء أساسا. يعني لازم أكون أنا يعني دماغي يعني مش ساذج أنا للدرجة دي، يعني إن الغذاء مالوش دعوة بإطارات السيارات. وممكن يؤثر على الإنسان. اهتمام شركات الإطارات بالبحث العلمي وتطبيقاته، أيوه هي دي. ده اللي بيدل شركات بترعى إيه؟ بترعى البحث العلمي، يبقى مهتمة بيه، قال لك برعاية كذا، يبقى اهتمام، مش عجز دول العالم عن توفير الدعم، لا، ده هي بتصرف عليه الشركات. يبقى هنا الإجابة يا جماعة؟ الإجابة جيم، ده بيدل على اهتمام الشركات بإيه؟ شركات الإطارات بالبحث العلمي، لأن هي اللي بتصرف على البحث. استنتج علاقة وتجد طريقها إلى الرؤيتين بما قبلها في الفقرة الأولى. لازم أرجع للفقرة الأولى أقرأها تاني بتأني، أنا في الامتحان أعمل كده، يعني قرأت الفقرة مرة والقطعة مرة واثنين وأسئلتها وكل حاجة أرجع لها تاني. نيجي للكلام. وتنتقل الجسيمات متناهية الصغر وذرات الغبار عبر الهواء. لما الجسيمات دي والذرات دي بتروح في الهواء، النتيجة تجد طريقها إلى الرئتين. يبقى وتجد طريقها إلى الرئتين دي نتيجة مترتبة على أن الجسيمات المتناهية الصغر أصبحت إيه؟ موجودة فين؟ أصبحت موجودة في الهواء. النتيجة شيء مترتب على شيء. النتيجة شيء مترتب على إيه؟ على شيء. يعني زي ذاكر تنجح، النجاح مترتب على المذاكرة. يبقى هنا العلاقة إيه يا جماعة؟ دال نتيجة. التأكيد ده لما الجملة يعني تؤكد مؤكد معنوي أو إطناب بالترادف أو ماشي. التعليل تيجي لك بقى ايه؟ لام التعليل او لكي. الفصل المنقوطة لا تعني تعليل. الفصل المنقوطة ممكن تبقى التانية سبب او نتيجة، لان الفصل المنقوطة احدى الجمل سبب للاخرى، يا الاولى سبب والتانية نتيجة، يا الاولى نتيجة والتانية سبب. فاشوف هي فعلا سبب ولا لا، بتوضح سبب حدوث ما قبلها ولا لا، ولا نتيجة مترتبة على زي كده. هنا العلاقة دي طبعا نتيجة، لأن وصولها للرئة نتيجة مترتبة على مياه أصبحت إيه؟ أصبحت في الهواء. هات من المعلومات التي وردت في الموضوع ما يدلل على تأثير تأكل إطارات السيارات على صحة الإنسان، إن هي وصلت مؤثرة على صحة الإنسان. واللي عثر علماء جنوب الصين على كلا المركبين اللي هم السمين دول اللي هو منهم كينون في بول البالغين والأطفال، لما وصلوا للبول الأطفال والبالغين في السن اللي هم الكبار في السن، ده يدل على ايه يا جماعه؟ يدل على ان هم اثروا فعلا كده على صحه الايه؟ اثروا على صحه الانسان. طب نشوف الباقي. النفوق الجماعي الاسماك سلم في خليج، طب ده ماله ومال الانسان؟ ده اثر على الاسماك. هو بيقول لي على صحه الانسان مش على مصدر غذاء ولا حاجه يعني. اطار السياره معقده حيث احتوى 400 مركب كيميائي مختلف، ماله ده ومال تاثيره على صحه الانسان؟ معظم الابحاث تركز على التلوث البلاستيكي الدقيق الناجم، لا، الابحاث العلميه. انا عايز الحاجه اللي مرتبطه بصحه الانسان، ان هم وجدوا المركبين السامين موجودين في ايه؟ في بول البالغين والاطفال، وده مذكور معايا صراحه هنا في الفقره الكام؟ في الفقره الرابعه هنا. ولوحظت نتائج ممثله في كندا واستراليا وفي عام 2012، عثر علماء جنوب الصين على كلا المركبين. ايه المركبين؟ اللي هو المركب الاول اللي هو BBD6 ده، اللي هو لما بيتاكسد بيتحول لمركب كينون الثاني، وجدوه في بول البالغين والاطفال. يبقى ده تاثير على ايه؟ ده كده تاثير على صحه الانسان. ماشي. يبقى الاجابه هنا الف. في ضوء فهمك للموضوع، ما يمكن ان تقوم به المدن الكبرى لتخفيض التلوث الناتج عن تآكل السيارات في الشوارع الداخلية؟ طيب، هل منع استخدام السيارات في طرق المدن الرئيسية؟ هو بيقول لي الشوارع الداخلية يا سيادتك، ركز. هنا بيقول لي الشوارع الداخلية، اللي جاب علاقة الشوارع الداخلية في المدن بالطرق الرئيسة؟ الطرق الرئيسة دي اللي الشوارع الأساسية مش الداخلية، استبعد.
خفض السرعة المسموح السير بها في الشوارع الداخلية، ماشي تمشي، ونجيب ممكن نجيب سببها من القطع، بس نشوف الايه اللي بعده. وضع لوحات ارشاديه للتوعيه بضروره الحفاظ على الشوارع الداخليه نظيفه. مال ان انا احافظ على الشوارع الداخليه نظيفه وبتلوث الناتج عن اطار السيارات؟ ملهاش علاقه. فرض عقوبه رادعه على من يتجول في شوارع المدن دون اقنعه لتنقية الهواء. ايه جاب اقنعه؟ اللي جاب الاقنعه اللي انا عايز اخفض التلوث الناتج عن ايه؟ عن تاكل السيارات. طبعا هي الاجابه ب. طب ايه خفض السرعه؟ هل خفض السرعه فعلا هيؤدي الى تقليل؟ يؤدي الى التقليل. وده لو انت قرات القطعه كويس وقرات الفقره الاولى كويس جدا، لان في اول فقره يقول لك في كل مره تتسارع فيها سياره او شاحنه او يضغط على مكابحها بقوه، يعني تمشي بسرعه كبيره بتتطير جزئيات دقيقه. فلو خفضنا السرعه الجزئيات تطير الجزئيات هيقل، فكل ما تزود السرعه الاحتكاك الكاوتش العجل في الارض بيزيد. فكده الاجابه هنا ايه؟ ب. هي دي فعلا اللي لها علاقه بالموضوع. تاني حاجه مذكور معناها في الفقره الاولى. قول لي في ضوء فهمك للفقره الاخيره، ماشي، اربع وسائل للسيطره على التلوث الناتج عن تاكل الاطارات. انا هجيب اربع وسائل للسيطره منين يا جماعه؟ من الفقره الاخيره مش من دماغي. قال لي الفقره الاولى يبقى الاولى، الثانيه الثالثه، الثالثه الثالثه، مرتبط باللي قالوا لي. هروح للفقره الاخيره سيادتك وهقراها واجيب منها الايه؟ الحلول. ادي الفقره الاخيره وحذرت دراسات علميه من ان انخفاض مستوى ضغط الهواء في الاطارات، ماشي، وخشونه اسفلت الشارع والاطارات رخيصه الثمن ترفع من نسبه التلوث. يبقى انا لو عايز اقلل نسبه التلوث هظبط هنا الايه؟ هظبط ضغط الهواء في الاطارات، اخلي الشوارع مش الاسفلت فيها مش خشن. انا بكلمك بالبلدي ده ولسه هكتبها بلغه عربيه. لا، نستخدم اطارات بقى غاليه شويه تكون يعني جودتها عاليه حتى لو سعرها مرتفع، ماشي. كما ان مستويات التاكل ترتفع مع استخدام الدرجات الناريه وهي في ادنى مستوياتها في الدرجات الهوائيه. يبقى ما نستخدمش الدرجات الناريه ونستخدم الدرجات الهوائيه، ما نستخدمش موتوسيكلات ونستخدم عجل. يبقى نكتب بقى كده. اول حاجه يا جماعه قال لي ايه؟ انخفاض مستوى الضغط. ما اقولش بقى زياده، ما هو الزياده برضو غلط. لا، اقول ضبط رفع منضبط، اقول ضبط ضغط الهواء في الاطارات، اول اجراء ضبط ضغط الهواء في الاطارات. يبقى انا كده عالجت الايه؟ الاولى اللي هي قدامي. طب الخشونه، طيب اعالجها ازاي؟ اقول كده الاعتناء برصف الشوارع او اقول كده رصف الشوارع باسفلت او بمواد تقلل خشونه الاسفلت. رصف الشوارع بمواد تقلل من خشونه الاسفلت. عايز تكتب تقول ايه؟ التقليل من خشونه الاسفلت، ماشي، يعني هتتحسب صح برضه. ما هو طبعا انا هقلل خشونه الاسفلت يبقى انا هستخدم مواد ايه؟ تخلي الاسفلت ناعم شويه، بس مش ناعم خالص، بيبقى يعني لازم يكون في سنه خشونه عشان العجل ما العربيه ما تعملش حادثه يعني، بس تكون خشنه خشونه خفيفه كده. طب الاطارات رخيصه الثمن؟ الاعتماد او شراء، تقول الاعتماد او شراء. الاعتماد على اطارات او شراء اطارات ذات جوده عاليه، انا مش هتكلم بقى على الثمن خالص، وان كان ثمنها مرتفع. انا اهم حاجه تجيب لي ايه؟ حاجه بجوده عاليه، اطارات ذات جوده عاليه، ماشي خلاص. طيب هنا اقول له ايه؟ اقول له التقليل من استخدام الدراجات الناريه والاعتماد على الدراجات الهوائيه. يبقى انا كده جبت الاجراءات. هو جاب لي هنا المشاكل في الفقره الرابعه اللي بتؤدي الى ارتفاع ايه؟ الى ارتفاع التلوث. انا جبت المشكله حطيت لها حل، هو ده الاجراء. المشكله الثانيه حطيت لها حل. نقولهم تاني كده يا جماعه لو حد عايز يكتب معانا. اول حاجه ضبط ضغط الهواء في الاطارات، استخدام مواد تقلل من خشونه الاسفلت في رصف الشوارع، ماشي، الحرص على شراء اطارات ذات جوده عاليه او المعتمده، بس انا افضل جوده عاليه، التوسع في استخدامات دراجات الايه؟ الهوائيه لا الناريه. نتوسع في استخدام الدراجات الهوائيه ونبتعد عن استخدام الدراجات الناريه.
فاحنا كده بالاجراءات دي نقلل من ايه؟ نقلل من التلوث الناتج عنها. جبناها من الفقره الرابعه بسهوله جدا. ما جات لك حاجه زي كده تروح للفقره تشوف المشكله وتحط انت حل بقى، تفكر كده فيها ايه الحل، الحاجه دي بتتحل ازاي، وعبر باسلوبك عادي. طيب اهم حاجه بس واحنا وانت بتكتب بس ايه الخطا الاملائي وال يكون يعني منضبط وتوضح خطك. الله يبارك لك في الايه في المقال. لو خطك وحش كبر الخط شويه. قول لي مهندس البلديه ده بقى القراءه الايه؟ القراءه اللي هي القطعه الادبيه. لان انا يا جماعه معايا قطعتين قراءه. انا معايا ايه يا جماعه؟ قطعتين قراءه. قطع علميه زي اللي حليناها تيجي لك قطعه علميه وهتيجي قطعه ايه؟ وهتيجي قطعه ادبيه. ماشي؟ دي بقى القطعه الادبيه. مهندس البلديه مضى عليه في منفلوط اكثر من 3 سنوات جاءها منقولا من وجه بحر. يبقى مهندس البلديه، عارفين اللي هو بتاع البلديه؟ من البلديه اللي هي بتستخدم الميه والنظافه ماشي. طبعا زمان كان الحاجه دي موجوده، اللي هي البلديه حاجه في مجلس المحلي يعني. مضى عليه في منفلوط مدينه في الصعيد اللي هي من ضمنها الاديب مصطفى المنفلوط يعني. اكثر من 3 سنوات جاء منقولا من وجه بحر، جاي من وجه بحر للصعيد. فعد هذا النقل نكبه كبرى، ده مصيبه كبرى. ليس لديه امل في التخلص من قبضه الصعيد. ليس لدي امل في التخلص من قبضه الصعيد، لان دي تعليل، مش عشان موجود فصله منقوطه. والله لا، ما قلنا الفصله المنقوطه دي ان هي الاولى سبب والثانيه نتيجه، هي الاولى نتيجه والثانيه سبب. هنا بقى دي السبب ليه؟ لان واضحه، لان لم التعليل لكي خلاص، لان ملف خدمته يزداد مع الايام والسخط سدادا. بسبب ملفه السيء في الخدمه بياخد تقارير سيئه دايما، مش هيجه من وجه بحر للصعيد ومش هيعرف يتخلص من ايه؟ من الصعيد. لان الجمله دي تعليل، يعني ذكرت سبب ايه؟ ان هو فقد الامل في التخلص من قبضه الصعيد فاستسلم. يسميه اهل البلد الباشمهندس، زي عادتنا اي واحد نقول عليه يا جماعه باشمهندس، يسميه اهل البلد الباشمهندس. فنحن جميعا نعلو رتبه عندهم، احنا يعني الناس في الارياف عامه يعلو الواحد رتبه. المفتش يقول عليه باش مفتش، وانا كنت معروفا باسم الباش معاون، هو شغال معاون، فالناس تقول لي ايه الباش معاون. فنحن جميعا نعلو رتبه عندهم، المفتش باش مفتش، وانا كنت معروفا بالباش معاون، وهو رجل عزب. بيتكلم على مين؟ هو رجل عزب يعني مش متجوز. المهندس عزب يعني مش متزوج، عزوف عن الناس يعني مش اجتماعي، لا يألف الا شلته في القهوه، ما عرفش يقعد مع غير شلته في القهوه. ولعله طبعا عزوف هنا يعني بعيد عن الناس يعني مش اجتماعي. ولعله لو اتى هؤلاء الاصحاب القلائل في مكان غير القهوه لهرب منهم، يعني لو شاف صحاب اللي بيقعد معاهم في القهوه في مكان غير القهوه مش هيقعد معاهم، هو متعود القعده على القهوه معاهم بس وخلاص. يسكن وحده بلا خادم، ما عندوش خادم، في منزل طويل عريض من طابقين يقع في اطراف البندر، منزل كبير في اطراف البندر. ثم يغادره في الصباح ويعود اليه بعد الظهر لينام ساعات القيلولة، ثم يخرج وهكذا دواليك. هكذا دواليك يعني ايه؟ يعني ده روتين حياته، يعني هو ده انسان روتيني، حياته ما بتتغيرش، يومه كده ثابت. اللي يعني كلمة وهكذا دواليك، باخد بالنا من الألفاظ. لا يختلف يوم عن آخر، ما فيش يوم بيختلف عن التاني عنده. حياته مظروف بثلاث صور تحقيق شخصية من أصل واحد. في حاجة اسمها ظرف والمظروف. الظرف اللي بحط فيه الحاجه، المظروف اللي جوه الظرف. طيب حياته بقى عن ثلاث صور، حياته عباره عن مظروف موجود في ظرف في ثلاث صور. المظروف ده ايه؟ حياته دي ثلاث صور من اصل واحد، هي الامس واليوم وغدا، امبارح والنهارده وبكره. فانت تراه لا ينتفع من هذا البيت الكبير كله الا بسرير سفري صغير، ما بينتفعش في بيته غير بالسرير الصغير اللي بينام عليه. أصبح المنزل بعد قليل، فما بالك بعد 3 سنوات، يعني لو لسه متنظف بعد قليل، فما بالك بقى إن هو ليه 3 سنوات فين؟ في منفلوط، زي ما قلنا كده، هو له كام سنة؟ قال لك له 3 سنوات أهو. لا، فما بالك إيه بثلاث سنوات؟ هو بعد قليل المنزل يتقلب حاله، فما بالك بعد 3 سنوات من المسارح الحرة للفيران. خلاص الفيران بتيجي وتمشي براحتها، والعناكب اللي هو العنكبوت والهوام
الهوام اللي هي الحيوانات الغير مألوفة، أو الحيوانات يعني حشرات غير مألوفة وحيوانات غير مألوفة، بقى صراصير قول، برص قول، فئران تاني قول، قول أي حاجة، إيه الهوام بقى والغبار اللي بتهم في البيت. والقمامة بين متناثرة ومكدسة طال عليها الأمد. مكدسة يعني مقومة، محدش بيهتمش بحاجة. والباش مهندس المكلف بنظافة البلد، البلد ده مهندس البلدية يعني المفروض ينظف البلد. كله سعيد بحياتي أشد، هو سعيد بالحياة دي، ده متناقض جدا، صح ولا لأ؟ هو المفروض مكلف بالنظافة ومع ذلك بيته معفن، هو سعيد بالحياة دي أشد السعادة. لما عرفته تنبهت إن أهل البلد حين ينطقون لفظ البشمهندس لا يخفون ابتسامة تدل على الاستخفاف، بيستخفوا به، والرفاء يعني كأنه ميت يعني. مع كنت ألحظه ويسير أمامي على حافة الطريق منزويا، منزوي يعني ماشي لوحده يا جماعة، ماشي إيه؟ ماشي لوحده، مقنفدا. عارفين القنفد ولا لأ؟ القنفد طار كده او حاجه كده بتبقى داخله في بعضيها كده يعني، ماشي، مقنفض يعني عامل كده، راسه داخله في صدره وفي رقبته وكل حاجه، راسه اندفس في جسدي يعني مدفون في جسده. فلمس شعر قفاء يقط الجاكيت، خلاص عامل كده ماشي وعامل كده، له مشي راقصه، يمشي بيتطوح، تديره قليلا الى اليمين ثم قليلا الى اليسار، عمال يوصف بدقه. طرأ فراغ في تآكل كعبي حذائه، يعني لمس لمؤاخذة حذاء متآكل من جنب، وحين أرقبه أرقبه يعني لا أدري لماذا يخيل إلي أنه يكلم نفسه، حس كده أن إيه بيمشي يكلم نفسه، ده عنده حاجة نفسية، أحس أنه شيخ متعب، أحس أنه شيخ كبير رغم أنه سنه صغير. أثقلته السنون، السنون دي يعني إيه؟ السنين، السنون دي من ملحقات جمع المذكر السالم، جمع سنة، سنون في الرفع وسنين في النصب والجر، والهموم، السنين الزمن يعني والهموم خلته شيخ قبل أن إيه يشيخ، يعني كبر في السن ولسه شباب. أحس أنني بإزاء، أحس بأنني بإزاء شاب، أنا أحس كده أن أنا إيه أمام، إزاء بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى أمام، شاب قد شيخ قبل الأوان. إنني أرى، إنني أشهد غصنا رطيبا لا يزال أمامه في الحياة فسحة كبيرة، مش غصن شجرة كده رطب، لسه رطب، لسه أمامه الحياة كبيرة، يورق فيها ويظهر، يطلع الورق بتاعه الغصن، يطلع ورقه ويطلع أزهاره، تقصفه في عز الشباب يد غادرة، أكدني في يد قصفته وموتته كده، عشان كده أهل البلد بيرسوا. في منفلوط، غير بقى الكاتب، غير المهندس ده، في منفلوط تلقيته لأول مرة في حياتي وعن قرب، ووجه لوجه ضحايا البلهارسيا، أنا شفت ضحايا البلهارسيا والملاريا، كانوا إيه؟ فتية شباب يعني، كثيرون في زهرة العمر، لسه في أول عمرهم، اكتسى وجههم بصفرة الموت، بدأ يوصفهم هو، أصبحوا مسخا تحار كيف تصفهم، عاملين زي المسخ يعني، تقول دول مش شباب أساسا يعني، تحتار توصفهم، أهم شباب أم شيوخ؟ في عيونهم نظرة مجهدة يعني التعب باين على عينهم، ومع ذلك تثب إليك كأنما تحاول تقذف إليك، تقفز إليك يعني، هم لسه بالتعب ده يقوموا كده يقفزوا إليك، تحاول التملص ان هو يبعد يعني، يقول لك يملص منه يعني، مثلا ملصت ايدك كده تعمل كده يعني من بعض كده، التملص من يد تغتالها يعني، لو ايد مسكك كده وانت عايز تملص منها بتحاول تسيب كده مره واحده، من يد تغتالها لتنطق بمعاني النفس وتنم بالراحه والمرح، يعني بيحاول ايه يظهر السعاده على ايه على وششه. طيب نروح بقى للايه، للاسئله، ونشوف سؤال سؤال، ما سبب إصابة، لا احنا في سؤال هنا سيبنا، لا ما فيش سؤال سيبنا، ما سبب إصابة البشمهندس باليأس بعد نقله من الوجه البحري؟ اتصاب باليأس ليه؟ لسوء ملف الخدمة، ولا كراهية البشمهندس حياة الصعيد، ولا أن البشمهندس افتقد الصحبة في الوجه البحري، ولا أن البشمهندس اعتاد الحياة في الوجه البحري؟ طبعا دال وجيم ما تذكروش خالص، وكذلك به، هي ألف، ألف لسوء ملف خدمة البشمهندس الوظيفي مذكورة صراحة، ده سؤال مش كده، القطعة الأدبية يا جماعة بتبقى عايزة شوية تركيز، العلمية في أسئلة بتعتمد على الاستنتاج شوية عشان ما تتخضش، لكن الأدبية لا، دي الأسئلة مباشرة أهو، ليس لديه أمل اللي هو اليأس في التخلص من قبضة الصعيد، ليه؟ لأن ملف خدمته يزداد مع الأيام والسقط سدادا، يبقى سوء ملف إيه؟ سوء ملف خدمته ألف. ماذا قصد
قصد الكاتب من وصفه مهندس البلدية بأنه يسير منزويا مقنفدا، بيمشي منزوي يعني لوحده مقنفد، بيبقى عامل كده وبيمشي لوحده مش مع حد، هل بطء المهندس وتصقله؟ لا، مش هو ده اللي يقصده خالص. انطوائي منطوي يعني مش اجتماعي، الانسان الانطوائي عكس الايه؟ عكس الانسان الاجتماعي. طبعا دي تدل منزوي، تدل على انطوائه، وبيمشي مقنفد كمان يعني منطوي واعتزاله الناس. ودي ذكرها لي برضو في فقره تانية، قال لك هو عزوف عن الناس. غراب التصرف المهندس سوء طباعه؟ لا، وما تكلمش ان ده تصرف غريب وان هو سيء الطبع. تألم مهندس البلديه واعتلال جسده؟ لا، ده يقصد ده انه انسان ايه؟ انسان منطوي. وعلى فكره ده برضو يعني قلنا ذكروا هنا تاني في الفقره الايه؟ في الفقره لما قال لك هو رجل عزب يعني مش متزوج، عزوف عن الناس. هو ذكرها لك هنا في الاولى، فلما دي تفهم منها ايه؟ لما يمشي منزوي ويمشي مقنفد اللي هو ذكرها لك دي هنا في الفقره الثالثه، معناها ان هو ايه؟ انسان منطوي. ذكرها لك ان هو منطوي في فقرتين، فالاجابه هنا كده ايه؟ ب. يبقى يصير منزويا معناه ايه؟ منطوي. استنتج المغزى، والمغزى هي الرساله الغير مباشره، الرساله اللي عايز يوصلها لك في داخل هذه الجمله. طيب، من ذكر الكاتب وتنم بالراحه والمرح والمعابثه بعد قوله في عيونهم نظره مجهده، لما اتكلم عن الشباب المصاب بالبلهارسيا، لما قال لك ومع ذلك تثب اليك، عيونهم مجهده ومع ذلك تنظر إليك كأنما تحاول التملص من يد تغتلى لتنطق بمعاني النفس وتنم بالراحة والمرح والمعابثة. طب يحاولوا يزوروا إيه؟ يعني إن هم مش تعبانين رغم إن باين في عينهم التعب. هل ده بينم على وضح ضعف بنية الشباب اللي هو البنية الجسمانية وقوة تأثير المرض؟ لا، ده قال لك عيونهم بتبص لك هنا تنم بالراحة كأنهم مش مرضى، رغم إن هم إيه؟ في عينهم إجهاد. وضح ما يتمتع به الفتية من لطف ومرح وما يقصدش هنا، مش هو ده المغزى، مش دي الرسالة اللي نقول لك هم بيتمتعوا بلطف ومرح، مش عايز اقول لك ان هم البنية بتاعتهم ضعيفة، ده معنى مباشر، ما هم مرضى. المغزى رسالة غير مباشرة، بيّن تناسي الشباب للألم رغم شدته. هي دي الرسالة غير مباشرة، ان الشباب دول بيتناسوا ألمهم رغم شدته وهروبهم من وقع قاسي، بيحاولوا يهربوا من وقع القاسي لما يحبوا يضحكوا مع حد وكده رغم انهم جواهم بيتألموا. دي الرسالة غير المباشرة. أما ألف دي ده المعنى المباشر، بيّن استخفاف الفدية بالأوجاع. لا طبعا، هم مش مستخفين بالإيه؟ مش مستخفين يا جماعة بالوجع. فناخد بالنا إن المغزى رسالة غير الإيه؟ رسالة غير المباشرة، المعنى غير المباشر. هنا واضحة جدا إن هي جيم. إنسان لما يكون مريض وبيحاول يضحك بيحاول يهرب من الألم بتاعه بأي ضحكة مع أي حد. استنتج الوصف الذي ينطبق على الباشمهندس في ضوء فهمك للفقرة الثانية. لازم نرجع أقرأ الفقرة الثانية تاني، لازم في الامتحان كده، ما اعتمدش على قراءة الأولى لما قرأت القطعة مرة واثنين. لما قال يسكن وحده بلا خادم، ماشي، في منزل طويل عريض بلا خادم، يعني هو كده مش غني، يعني لو غني كان جاب خادم. في منزل طويل عريض من طبقين يقع في أطراف البنك، ثم يغادره في الصباح ويعود إليه بعد الظهر لينام ساعة القيلولة ثم يخرج، وهكذا دواليك حياته كده باستمرار. يبقى إنسان روتيني في الحياة، ما بيغيرش من حياته، روتيني لا يختلف يوم عن آخر. أي برضو دي تدل على أنه روتيني تاني، حياته مظروف به ثلاث صور تحقيق شخصية من أصل واحد، الأمس واليوم والغد، يعني امبارح والنهاردة وبكرة من أصل واحد، يعني زي بعض، روتيني. فأنت تراه لا ينتفع من هذا البيت الكبير كله إلا بسرير صغير. أصبح المنزل بعد قليل فملك من المسارح الحرة للفئران والعناكب والهوام والقمامة مقدسة مقومة. والباشمهندس المكلف بنظافة البلد، ده مكلف بنظافة البلد وبيته عمل كده، يبقى إنسان متناقض. إزاي أنت بيتك كده وإزاي أنت مكلف بنظافة البلد وكمان سعيد بكده؟ ده تناقض. المفروض ده ما إيه؟ ما يخلكش سعيد، سعيد بحياتي هكذا أشد السعادة، يبقى أنت متناقض في حياتك. أنت المفروض الحاجة دي وصف بيتك بالطريقة دي يخليك زعلان شوية. طيب، يبقى الوصف اللي ينطبق مش يائس متشائم. يا جماعه ده قال لي سعيد اشد السعاده بحياته دي، اهي قال لي ايه؟ سعيد اشد الايه؟ اشد السعاده. فين؟ ادي الفقره الثانيه هنا اهي. وسعيد بحياتي اشد السعاده، يبقى مش متشائم ويائس. استبعد.
طيب غني مترف لا ما عندوش خادم اساسا هون. نمطي منظم، طب نمطي يعني هنقول تمشي زي روتيني شويه، لكن منظم واحد بيته متبهدل البهدله دي يبقى منظم؟ ده انت تبقى معلش بقى ده انت تتعاقب عليها، مش تتخصم درجتك بس، تتعاقب عليها كمان لو اخترتها. لكن بيته بالطريقه دي في الفقره الثانيه وتختار منظم. روتيني اه ماشي حياتي كلها على وتيره واحده زي ما ذكرها لك. متناقض ايوه مسؤول عن النظافه وبيته معفن. بيته معفن وسعيد تناقض، يبقى روتيني متناقض. طب استنتج علاقه هي الامس واليوم والغد بما قبلها، يعني يا ترى نتيجه ولا تعليل ولا تاكيد ولا توضيح؟ تعال نشوفها في سياق الفقره الثانيه ثاني. يعني انا لسه قارئ الفقره الثانيه بس ارجع لها ثاني، انا مش هستعجل ومش هتسرع في اجابتي. طيب هنا قال لي ايه؟ حياته مظروف به ثلاث صور تحكي الشخصيه من اصل واحد. لما يقول لي حياته مظروف به ثلاث صور تحقيق شخصيه، حياته عباره عن ثلاث صور تحقيق شخصيه من اصل واحد، الكلام ده غامض. ايه بس ايه الثلاث صور دي؟ قال لي هي الامس واليوم وغد. طيب الامس مش دي كده شرحت الثلاث صور الغامضه دي؟ اه. هل دي نعتبرها نتيجه لما قبلها؟ لا مش شيء مترتب عليها خالص، ولا تاكيد ولا تعليل. تبقى ايه الاختيار اللي كده؟ خلاص ما استبعدت الثلاثه، تبقى الاجابه توضيح، وهي شرحت ووضحت الغامض في الثلاث صور. يبقى هنا الاجابه ايه يا جماعه؟ توضيح. نرجع كده، يبقى الاجابه هنا علاقه هي الامس واليوم وغد بما قبلها في سياق الفقره الثانيه ايه؟ توضيح. طيب توضيح اللي هي دال دي، اسف دال. هات مما اورده يحيى حق في الفقره الثالثه ما يدل على ضعف الباشمهندس وتغير هيئته. شوف بقى الحاجات اللي ذكرها في الفقره الثالثه بتقول له مشي راقصه تديره قليلا الى اليمين ثم الى اليسار، دي ما بتدلش على ضعف الايه؟ على ضعف البنيه وتغير الهيئه. راسه اندفس في جسده فلمس شعره، بيمشي مقنفذ يعني في نفسه زي القنفذ، انا عايز ضعف وضعف. يسير امامي على حافه طريق من زاويه، دي انطواء. احس انني بازاء امام شاب قد شاخ قبل الاوان، اه هو شاب بس سنه كبر قبل الاوان، فده تدل على ضعف، وهي دي هي دي اللي تدل على ضعف وتغير الهيئه، شاب شاخ قبل الاوان، فدي واضحه جدا. واللي مما كتبه طه حسين في كتاب الأيام، وكان وباء الكوليرا قد هبط إلى مصر ففتك بأهلها فتكا زريعا. وباء الكوليرا هبط جه مصر ساعة أخو الدكتور اللي كان كلية الطب مات، ماشي، ففتك بأهلها فتكا زريعا بقى لمصر. دمر مدنا وقرى، دمر المدن والقرى، ومحى أسرا كاملة، في أسر كاملة اتمحت، ماشي، ومحى أسرا كاملة، وكانت المدارس والكتاتيب قد أقفلت. المدارس والكتاتيب زي ما جت كورونا كده، ماشي، واتعمل الحجر الصحي والانعزال والعزلة والكلام ده، هم عملوا كده. وكان الأطباء ورسل مصلحة الصحة قد انبثوا في الأرض، يعني انتشروا في الأرض، ومعهم أدواتهم وقيمهم يحجزون فيها المرضى، وكان زي مستشفيات متنقلة، وكان الهلع الخوف قد ملأ النفس واستأثر القلوب. طيب يقول لي وازن بقى من حيث مشاعر كل منهما تجاه وباء القرى، من تجاه الوباء، مشاعرهم تجاه الايه؟ تجاه الوباء. همسك انا حاجه كده حاجه، يلا نيجي لدال. كلا الكاتبين اظهر الما وحزنا لتفشي المرض والوباء ومدى قوه تاثيره في الناس. بص يا جماعه للالفاظ كويس، بيقول لي كلا الكاتبين اظهر، يعني اظهر المه وحزنه لتفشي المرض. أنا ما عنديش في ألفاظ طه حسين ما يدل على أنه تألم، أن هو متألم وحزين بسبب تفشي المرض، أن هو كاتب حزين، وهنا بيصف أسلوب خبري، وصف اللي حصل، لكن جاب ألفاظ أن هو حزين لكده؟ لا. يحيى حقي لما قال لي أن البلهارسيا شفتها في الشباب، فهل جاب ألفاظ تدل على حزنه؟ لا، ما جابش أن هو حزين. يبقى هنا ما فيش ألفاظ تدل على حزن الكاتبين. استبعد، ما اظهروش حزن، هو حكولنا اخبرونا باللي حصل لكن ما اظهروش حزنهم لكده. انا لما اقول لك والله
ده في حادثه حصلت على الطريق وحصل فيها، ربنا يعافي الناس كلها يا رب، وحصل فيها 1 2 3 4. انا بقى كده انا حكيت لك لسه ما اظهرتش حزني، انا قلت لك حاجه تظهر حزني، اقول لك انا والله الواحد حزين جدا، الواحد اصلا تالم، الواحد لما شافه انصدم ولما عرف كده زعل. ده اللي اظهر، ده الالفاظ اللي تظهر حزني، فاستبعد ذلك. كلا الكاتبين عبر عن قوه انتشار المرض واضعافه وقوى الناس وبخاصه الشباب. طه حسين ما جابش سيره الشباب، اللي جاب سيره الشباب يحيى حقي، فاستبعد. طه حسين جاب الناس كلها، ما جابش وبخاصه الشباب، ما عندكش هنا طه حسين ما خصصش، لم يخصص الشباب. افاض طه حسين من وصف مشاعر الناس وفزعهم من وباء الكوليرا، وصف مشاعر الناس وكان الهلع قد دمر، قد ملأ النفس واستأثر، بس ما افاضش، دي جابها في الاخر بس. بس ممكن المدارس اقفلت والاطباء ورسل مصلحه الصحه، ماشي هتمشي شويه يعني ضعيفه، بس ماشي تمشي عند جزئيه طه حسين. واقتصر يحيى حقي على اظهار صبر الشباب على الم المرض واظهارهم للراحه والمرح. هل يحيى حقي اقتصر على يظهر صبر الشباب على الالم واظهارهم للراحه؟ يحيى حقي في الاخر قال لك ان هم بيحاولوا يهربوا من الالم بان هم يظهروا المرح، لكن ما جابش الصبر هنا، ماشي؟ فهو بيقول لك بيحاولوا يعني يهربوا من واقع المرض بالمرح، لكن يحيى حقي افاض في وصف الشباب بحالهم، وصف حالهم وكيف اثرت البلهارسي عليهم، ووصف حالتهم الجسمانيه كويس جدا. فهنستبعد هنا برضو كده به. اظهر طه حسين خطوره الوباء الذي اهلك الناس. كان وباء الكوليرا قد هبط ففتك باهلها فتكا، ادي اظهر الخطوره اهو، ذريعا دمر مدنا وقرى، ادي كده اظهر خطوره الوباء، ومحى اسرا كامله، خطوره الوباء ماشي. تطبيق الحجر الصحي، وكانت المدارس والكتاب قد اقفلت، وانتشر الايه الاطباء ورسل ايه وكان الاطباء رسل مصلحه الصحه قد انتشروا في الارض، ماشي. فاقفال الكتاتيب والكتب دي كان ايه حجر صحي، محدش يروح مدارس، محدش يروح كتاتيب، والاطباء انتشروا فين؟ انتشروا يحجزون المرضى، حجز المريض ان هو ما يختلطش بغير المريض، ده حجر صحي، ده اللي هو الحجر الصحي اللي انت تعزل المريض عن الايه؟ عن الصحيح. فدي فيها قوه في حكايه يحجزون فيها المرضى، دي الحجر الصحي. طيب واكتفى يحيى حقي بوصف الضعف الذي حول قوه الشباب الى ضعف وذبول. يحيى حقي اكتفى بوصف الضعف اللي حول قوه الشباب لايه؟ لضعف وذبول. اهي تلقيته ضحايا البلهارسيه، فيت يا شباب كثيرون في زهره العمر اكتسى وجوههم بالصفره، ادي تحولت زهره العمر والقوه الى صفره واصبحوا مسخا، تحرت صفهم، اهم شباب ام شيوخ؟ فهنا الاقوى فيها ايه يا جماعه؟ الف بالموازنه المشاعر، جت في الف، هو ده ايه؟ ده الاختيار الصحيح، وجبناه طبعا وطبقنا كل حاجه واستبعدنا ازاي. طب نقرا كلمه كلمه، احنا ممكن نستبعد علشان كلمه، يعني ممكن نستبعد علشان كلمه واحده. قول لي من كتاب الايام لطه حسين. قال نعم واني لا اعرف ان فيك عبث، انا عارف ان فيك ايه؟ عبث الاطفال وميلهم الى اللهو والضحك وشيئا من قسوتهم، واني لاخشى يا ابنتي ان حدثتك بما كان عليه ابوك في بعض اطوار مراحل، يعني اطوار بمعنى مراحل سباه، ان تضحكي منه قاسيه لا هي، تضحكي على حاله ده قاسيه لا هي، وما احب ان يضحك طفل من ابيه، ما احبش كده، وما احب ان يلهو به او يقص عليه، ومع ذلك فقد عرفت اباك، طبعا كان بيتكلم عن نفسه بصيغه الغائب، في طور من اطوار حياته استطيع ان احدثك به دون ان اثير في نفسك حزنا ودون ان اغريك بالضحك واللهو. والاستنتج من خلال الحوار مع ابنته طبيعه العلاقه بينهما وهات من الفضل ما يدل على ذلك. طبعا هو حريص على اسعاد بنته، لكنه حكيم في تقدير ما يقال لها. يبقى هنقول طبعا من خلال ما تقرا القصه كده هو حريص على اسعادها وبيحبها، يبقى هنقول كده طبيعه العلاقه، هنقول حريص على سعادتها ولكنه حكيم فيما يقال لها ولا يقال لها. عارف بقول لها انا قلت لك حاجات ممكن تقصو بيها وتلهو بيها،
فدي ما ينفعش اقول لك، لان ما بحبش ايه ابني يضحك من ابوه. لكن هقول لك حاجات ممكن تثير في نفسك حزن دون ان تغرق، وما تخليكيش تضحكي. فهو انا كده يا جماعه حريص على اسعاد ابنته، ومع ذلك حكيم فيما يقال لها ولا يقال. ماشي؟ طيب الدليل، الدليل اللي هو انت هتجيبها له هنا من الفقرة. ارجع تاني كده معلش كده للفقرة هنا اهي. ماشي؟ لما قال كده ايه؟ احدثك به دون ان اسير، استطيع ان احدثك به دون ان اسير في نفسك حزنا، ما خليكيش تحزني، ودون ان اغرقي بالضحك. لا تحزني ولا تضحكي علي، هتكوني سعيدة بس من غير ما تحزني علي ولا تضحكي علي. خلاص؟ فكده حكيم عارف هيقول ايه. استطيع ان احدثك به دون ان اثير في نفسك حزنا، ودون ان اغرقي بالضحك او اللهو. يبقى انسان حكيم فيما يقال لايه؟ لابنته. فدي اللي نستنتجها من العراق. طيب اما البنت هتقول كده متعلقه بابيها. طب انا عرفت ازاي متعلقه؟ ما هي بتجلس تستمع اليه، يبقى متعلقه ايه؟ بابيها. مع ميلها للمرح دون تقدير للامور او للموقف، لان هو قال لها انت لما لقينا يا جماعه ان حدثتك في مكان عليه ابوكم في طور من الاطوار تضحكي منه قاسيه، لا هي ممكن تضحكي منه بقسوه ولهو، لان انا عارف عبث الاطفال وميلهم. يبقى البنت متعلقه بابيها، تميل الى المرح دون تقدير للمواقف، تميل الى المرح دون تقدير للايه؟ للمواقف. طب ايه الدليل؟ وإني لأعرف أن فيك عبث الأطفال، فيها عبث الأطفال، فيك عبث الأطفال وميلهم إلى اللهو والضحك. يبقى ده دليل على عدم تقديرها إيه؟ تمرح بدون تقدير للموقف. بنحاول نستنبطها من القطعة، ما بنتسألش في الأحداث، بس إحنا قلنا نقرأ القصة بس عشان نعرف إيه الأحداث اللي فيها، بس عشان نعرف نستنبط الجزئيات دي. أنا مطاب. طيب يا أستاذ أنا مفيش هنا سعيد، خلاص يعني قل حكيم فيما يقال لابنتي أو فيما يقوله لابنته، خلاص أهو. وما لا يقوله. والبنت متعلقة طبعا، دي بقى خلاص ده بتقعد مع أبوها، متعلقة بأبيها ولكنها تمرح دون تقدير للإيه؟ للمواقف. والدليل إني لا أعرف فيك عبث الأطفال. يبقى دليل ان هو حكيم فيما يقال، استطيع ان احدثك به دون ان تثير في نفسك حزنا او دون ان اغرقك بالضحك. والدليل ان البنت متعلقه بابيها ولكنها قد تمرح دون تقدير للموقف، لما لا واني لا اعرف فيك عبث الاطفال وميلهم الى اللهو والايه؟ والضحك. قال احمد محرم. احمد محرم شاعر كلاسيكي. شاعر ايه يا جماعه؟ كلاسيكي. ألا لا أرى في مصر إلا دعاوية. أنا مش شايف في مصر غير إيه يا جماعة؟ مش شايف في مصر غير دعاوي، دعاء فقط. وإلا صدى، صدى اللي هو رجع الصوت، يشجي يعني يحرك كده ماشي؟ الرياح الذوارية، يحركها بقى بحزن، يحركها بفرح. طيب هو هنا جايبها لك طبعا معناه قد يجيبها لك في الامتحان، جايبها لك بمعنى يطرب، وممكن يجيب لك في الامتحان معنى كلمه او اتنين عادي. طب يطرب الريح يعني يسعد الريح كده، يحرك ريح، دعاوي يعني كلام، بس مش شايف في مصر غير كلام حاليا. ارى امه، شايف امه مصر، الشعب المصري. طب هتقول لي هنا يا استاذ دعاويه ماشي، و الذوارية في تصريع بالياء، هتقول لي الياء يا استاذ الياء المتحركة مش حرف مد، الياء هنا عليها فتحة قصر، وسيله النفي بلا والاستثناء بإلا، يفيد التوكيد، يبقى هو بيؤكد المعنى، مش شايف في مصر غير شعارات. أرى أمة لا يخطئ المجد سعيها، السعي هو الفاعل والذي لا يخطئ. أنا شايف أمة سعيها ما بيخطئش المجد، المجد هدف قدامها وهي عارفاه. ولكنها لا تستطيع المساعية، مش قادرة تمشي مكبلة. طيب، أرى أمة لا يخطئ سعيها المجد، هنا تصوير
للمجد بسهم، ماشي، لا يخطئ المجد، سهم رايح للهدف. استعارة مكنية، صور السعي بسهم يصيب هدفه، يبقى سر جمالها هنا التكسيم. طيب لا يخطئ المجد، صور المجد بشيء مادي، ايه هدف للايه؟ للسعي. يبقى هنا كده في صورة مركبة، صورتين في صورة، لما يكون في صورتين والمشبه مختلف يبقى دي صورة مركبة. ولكنها لكن تفيد الاستدراك، فلو طلب علاقة الشطر الثاني بالشطر الأول في البيت الثاني أقول له استدراك على طول، لكن هي مش قادرة تمشي، لا تستطيع المساعي. ولولا حرف يفيد الامتناع، عدد شرط، ماشي، غير جازمة وتفيد الامتناع. ولولا رجال، لو ما كانش في عندنا رجال بتجاهد سواء في الماضي أو في الحاضر لبقائها لكي تبقى مصر، لما تركت منها يد الدهر باقية، كان إيد الزمن ما سابتش حد في مصر باقي إلى الآن لولا هؤلاء المجاهدين. طيب هتقول لي هنا تركت يد الزمن، هو يد الزمن هتترك؟ هنا شبه يد الزمن استعارة مكنية بشخص يترك. طيب هتقول لي يد الدهر على بعضها لوحديها، ماشي، الدهر يد، طبعا الدهر ده جزء من الانسان، شبه الدهر بانسان له يد، بانسان له يد، استعاره مثنيه. ينادون في الاقطار، مين اللي بينادي في الاقطار؟ الرجاله اللي بيجاهدوا ينادوا في جميع الدول. ان نريدها، نريد مين؟ الضمير ده يعود على مصر. حياه، نريد لمصر حياه، ترد النيل ريانا صافيا، احنا عايزينها تعيش حياه، ترد النيل، تعود، ترجع للنيل اللي هي مصر يعني ريان. والريان ده الباب اللي في الجنة للصائمين، وهو يعني الري هو اللي انت يعني الانسان المصاب بعطش فيرتوي من هذا العطش، الريان هو الذي يرتوي من العطش. طيب هتقول لي ترد النيل ريان، تشبيه بليغ، شبه النيل بالريان الصافي. أنا أتركها للغاصبين ونبتغي لنا وطنا فوق البسيطة ثانية، إحنا نسيب مصر للمغتصبين المحتلين ونروح نشوف لنا إحنا بلد تانية فوق البسيطة فوق الأرض. أنا أتركها ده البيت ده أسلوب استفهام، يبقى إنشائي طلبي، استفهام غرضه إيه؟ التعجب والاستنكار. عايزين نسيب مصر للمحتلين ونشوف لنا بلد تانية، يعني مين اللي بيستفهم كده؟ الرجالة المجاهدين، عمال يتكلم عليهم وهو معجب بيهم اهو. طيب انا اتركها للغاصبين ونبتغي لنا وطنا، هتقول لي هنا اسلوب قصر يا استاذ، وسيلته تقديم شبه الجمله، لان اسلوب القصر له خمس وسائل، نفي واستثناء، ولو نفي الاستثناء يبقى قصر وحصر، تقديم محق التاخير، العطف بلا وبل ولكن وانما، وتعريف طرفي الجمله الاسميه. هنا قدم شبه الجمله على المفعول به، اصل الكلام نبتغي وطنا لنا. غضبنا لمصر، احنا غضبنا، مين اللي غضبوا لمصر؟ الرجاله اللي بيجاهدوا. غضبه، هتقول لي هنا اسلوب توكيد، لان اسلوب التوكيد له كذا وسيله، ان وان، لام الابتداء، حرف الجر الزائد، المفعول المطلق، التوكيد المعنوي، التوكيد اللفظي، القسم، اسلوب القصر، دي كلها اساليب التوكيد، لان اسلوب القصر احد اساليب التوكيد. طب هنا غضبنا غضبه، غضبه دي مفعول مطلق، يبقى هنا توكيد عن طريق المفعول المطلق، اسلوب توكيد. أما اللي فوق توكيد عن طريق أسلوب القصر. غضبنا لمصر غضبة ما نردها، مش هنردها أبدا، إلى أن نرى المختار في القبر راضية، اللي اختار حياة الجهاد، ماشي، ينزل القبر راضي بهذه الشهادة في سبيل الله. فلسنا ذويه إن أضعنا تراثه، إحنا مش أصحابه، مش أصحاب مصر، مش أصحاب هذا الوطن، إن أضعنا تراثه. التراث هو الميراث اللي ورثناه من الأجداد. طيب هنا استعاره مكنيه شبه التراث بشيء مادي، ايه؟ نضيعه. ولسنا بنيها، مش ابنائها، ان اطعنا الاعاديه، لو طوعنا الاعداء المحتلين ومشينا وراهم. اما يسالون الدهر اذ نحن امه، ما بيسالوش الدهر، تقول لي ما الدهر يسال، لا، يبقى انت فاهم كده، ما انت خلاص، يبقى المقصود هنا شبه الدهر بانسان يسال، تبقى استعاره مكنيه المشبه به محذوف. شبه الدهر بإيه؟ بإنسان يسأل، استعارة مكنية. إذ نحن أمة،
نسوس أي نقود الوراء الخلق سادتهم والموالية، بنقود الخلق كلهم السادة والعبيد. يعني هتقول لي سادتهم والولاية كده فصل الوراء، فصل الخلق يا أستاذي، يبقى سادتهم دي علاقتها بما قبلها تفصيل بعد إجمال. ممتاز، شغل مخك كده معايا. رفعنا على هام الممالك، على رؤوس الممالك حكمنا. استعارة مكنية شبه الحكم بالتاج الذي يعلو رؤوس الممالك. طيب هام الممالك شبه الممالك بأشخاص لها هام، لها رأس، صورة مركبة. فكان لها تاجا، ايه اللي تاج؟ حكمنا. يبقى الحكم تاج تشبيه بليغ، شبه حكمنا بالتاج. تاجا من العدل تشبيه بليغ آخر، شبه العدل بالتاج. يبقى دي صورة مركبة لأن المشبه مختلف، مرة شبه العدل بالتاج ومرة شبه الحكم بالتاج. طيب نروح للإيه؟ للأسئلة. غالية تاجا من العدل غالية. ما الذي يستنكره الشاعر في البيت الأول؟ أروح للبيت الأول وأرتني بتأني. ألا لا أرى في مصر إلا دعاوية، مش شايف غير الدعاءات، وإلا صدى يطرب الرياح الذوارية، اللي هي بتزر اللي فيها زر اللي فيها غبار. لا كده معناه مش شايف غير الدعاءات خالص. يستنكر الرياح العاتية اللي تجتاح وطنه، يا راجل ده انت لو اخترتها كده لا انت خالص. ادعاء المقدرة على مقاومة المحتل لسه ما جابش ادعاء، ما قالش احنا ايه نقدر على مقاومة المحتل، وبقول انا مش شايف في مصر غير الدعاءات. التهاون في صد غارات العدو، ما ذكرنيش غارات العدو الغاصب. ايه اللي وبعدين ما بيستنكرش ده، هو بيستنكر الشعارات البراقه الرنانه بلا جدوى، لما قال انا لا في مصر، لا انا في مصر الا دعاويه، يعني شعارات. وصدى صوت، رجع صوت، يشجي الرياح، يطرب الرياح. يبقى هنا يا جماعه بايه؟ بيستنكر الشعارات، دلاله اللفظ والمعنى. الله يبارك لك في النص وفي الادب وفي القراءه، دلاله اللفظ والمعنى والاستبعاد. في اسئله جدا دلاله اللفظ والمعنى توديك على الاختيار، وفي اسئله تجيب الاستبعاد. هنا حتى بالاستبعاد ودلاله لفظ ومعنى، والله الاثنين كلمه الدعاوي توديك دلالتها على الشعارات على طول. لا يرى الا دعاوي، بل لا يرى الا شعارات براقه رنانه اللي هي الصدى صوته خلاص. استنتج دلاله نسوس الورى سادتهم والمواليه. لما قال هنا احنا بنسوس يعني نحكم ونسود الخلق جميعا، السادة والعبيد. أما يسألون الدهر ما سألوش الزمن والتاريخ، إحنا كنا كده، إحنا نعم دلوقتي محتلين بس إحنا كنا بنسود العالم، السادة والعبيد. إحنا دولة ذات مكانة عالية يا جماعة، تاريخ لنا مكانة عالية. ده بيدل على إيه؟ الحكمة في التعامل مع السادة والعبيد. يا راجل حرام عليك، بيقول لك إحنا بنحكم الكل، سادة وعبيد، يبقى حكمة في التعامل مع السادة والعبيد. نسوس أي نعم تيجي من السياسة، بس هو يقصد هنا ايه؟ يقصد نحكم. وهو لو ما يحط لك كده في الامتحان سيادتك نسود ونحكم، يبقى ما تاخدلاش بقى ايه حته يسوسهم من السياسه ياخدهم على قد عقلهم، لا. يبقى ايه؟ حكمه في التعامل مع العبيد ده. قدره المسلمين على نفع العالم، ما جابش سيره نفع العالم، قال لك احنا بنحكم الكل. خضوع الطغاه، ما جابش حته خضوع الطغاه، قال احنا بنحكم الناس جميعهم، الساده والعبيد. المكانه دي يدل على مكانه، المكانه العظيمه لمصر والمصريين. يقول لك احنا بنحكم الجميع، اذا مصر لها مكانه عاليه، سواء لمصر والمصريين لهم مكانه عظيمه. ده الدلاله، الدلاله الكلمه دي بتدل على كذا، دليل على المكانه العظيمه. لو حتى قال لك هات دليل على ان مصر مكانه عظيمه في البيت ده، هتقول له نسوس الورى سادتهم والمواليه. استنتج المغزى، قلنا المغزى العباره غير المعنى غير الايه؟ غير المباشر. حياة ترد النيل ريان صافية، جابها في البيت فين؟ ترجع للبيت تاني حتى في سياقها. ينادون الأقطار، الرجال المجاهدين بينادوا الأقطار، إن نريدها حياة، احنا عايزين نخليها حياة في مصر. حياة ايه؟ ترد النيل ريان، ترجع للنيل تاني ريو تاني وصافي، يكون ماء صافي. طب هو يقصد هنا المعنى المباشر ان النيل يرجع ماء صافي؟ احنا قلنا المغزى معنى غير مباشر. تأكيد حماية النيل من التلوث، ده المعنى المباشر، وده لا يقصده الشاعر، مش هو ده أصلا اللي قصده، مش ده المغزى. إزار الساعة لحياة لا يعكر صفوها، لا. حياة يعني إن نريدها، هم هيجاهدوا ليه؟ عشان حياة لا يعكر صفوها مشاكل مثلا؟ لا، هيجاهدوا الغاصب ليه يا جماعة؟ أنا أتركها للغاصبين بعديها، وقبلها قال المجاهدين ينادون في الأقطار.
عايزينها حياتها ترد للنيل ايه؟ ريانه صافيه، مش ازار السعر الحالي يعكر، لا يعكر صفوها ابدا. هم عايزين بيجاهدوا المحتل، دي جايه لك في سياق مجاهده المحتل. طيب اظهار تخوف من جفاف النيل، طبعا الف ودال دول مستبعدين تماما. تاكيد استعاده مصر امجادها، ده بقى المعنى غير المباشر. عايزين يرجعوا للنيل صفائه، عايزين يرجعوا لمصر امجادها، المين؟ المجاهدين دول. ده الرساله غير المباشره، استعاده مصر لايه؟ لامجادها. طيب بين المبدا الذي يتسق مع قول الشاعر ولسنا بنيها ان اطعنا الاعداء، احنا مش ابناء مصر ان اطعنا الاعداء. يبقى مفهوم المخالفه امتى نكون ابنائها؟ ان خالفنا الاعداء وما مشيناش وراهم. يبقى ايه المبدا اللي يدي المعنى ده؟ ابناء الوطن الحقيقيين من يتربصون بالعدو. والله هو بيقول لك عشان نكون ابناء مصر لا نطيع الاعداء، نخالفهم، ملهاش علاقه بالتربص. لا خير في من لا يضحي، ما جابش هنا التضحيه، جايب عدم طاعه الاعداء. سعادة الأوطان في تغني الشعوب بأمجادها، هو جاب لي هنا سنة اللي ده نقعد نغني بأمجاد مصر الماضية ونقعد نقول أناشيد وأشعار، لا. الوفاء للأوطان يكون بمخالفة الأعداء، ما هي لسنا بنيها إن أطعنا، يبقى إحنا لازم عشان نكون أبناء إيه؟ نخالف. هي دي دال، هو ده المبدأ. واضحة جدا دلالة اللفظ والمعنى رايحة ليها. لأن المبدأ غالبا بيبقى معنى جاي مباشر مذكور في الكلام. هات من النص ما يدل على عظمة الأمة المصرية وحاجتها إلى ذو عزيمة. خد بالك بقى من الإيه؟ السؤال ده عايز تفكير. لو خدته بالجزئية الأولى ما يدل على عظمة مصر بس كده، هتروح لدال. رفعنا على هام الممالك حكمنا فكان لها تاج، إحنا حكمنا ساد الممالك كلها، والله لو خدت الجزء الأول. بس لو قرأت السؤال بتأني وده اللي طالبه منك، تقول لك وحاجتها هي عظيمة بس محتاجة العزيمة. زي كده بنقول للناس الجنة عظيمة يا جماعة بس محتاجة العزيمة علشان توصل ليها، اللي انت تطيع ربنا عز وجل. فمصر عظيمة بس محتاجة الناس عندها عزيمة توصلها لمكانتها الحقيقية. ده جت فين بقى؟ في به. لا يخطئ المجد سعيها، سعيها عارف المجد، عارف العظمة. ادي الجزء الأول. ولكنها لا تستطيع المساعية، ولكن مش قادرة تمشي، هي بس محتاجة ناس عندها عزيمة وهي هتوصل للمجد، لأن السعي بتاعها كده كده ما بيخطئش المجد. كل الموضوع هي بس محتاجة تسعى، بس محتاجة ناس عندها عزيمة. ألف وجيم لا دول مستبعدين خالص، ما لهمش علاقة. فالإجابة هنا به ليد إيه؟ دلالة اللفظ كامل، العظمة بس محتاجة عزيمة، دي جاية به. لا يخطئ المجد العظمة سعيها، سعيها عارف المجد كويس، عارف العظمة، بس محتاجة لسعي فمحتاجة عزيمة. فالإجابة ب. هنفتح النقاش في الآخر يا جماعة، كله يسجل الأسئلة اللي عايز يسألها في آخر الامتحان خالص. ولا افتح نقاش دلوقتي بعد النص الشعر؟ ماشي، في الالفات عشان ايه ننجز شويه. بس استنتج العاطفه المسيطره على الشاعر في الابيات. خد بالك بقى، عاطفه مسيطره على الشعر يعني جايه في كل الابيات، وفي الفاظ بتدل عليها في كل الابيات. يا ترى هل الاعجاب والاعتزاز بالمدافعين عن مصر والاشاده بامجادها، هل هو أشاد الكاتب بأمجاد مصر وظهرت فيه ألفاظ تدل على شادته بأمجادها، ومعتز ومعجب بالناس اللي بتدافع عنه؟ هنشوف في الأبيات. ولا عنده أمل في عودة الشعب المصري إلى التصدي لأعدائها؟ ولا الحب وفاء لذكرى حكم العرب للعالم؟ ولا الإعجاب والإعتزاز بنضال المصريين في مواجهة صعاب الحياة؟ طب أنا همسك حاجة حاجة كده قبل ما أقفل الأبيات. الإعجاب والإعتزاز بنضال المصريين في مواجهة الصعاب؟ لا، هو ما جابش مواجهة الصعاب. وفي اعجاب واعتزاز بنضال المصريين في مواجهه المحتل، من البيت الثالث لاخر بيت، بس مش في صعاب الحياه، هو بيتكلم على المحتل لما قال نتركها للغاصبين. يبقى هو اكيد كلمه الغاصبين دي دول بيتكلم على المحتلين، وقال هنموت سبيل كده، يبقى استبعد دال لان مواجهه صعاب الحياه غلط. طيب الحب والفقر لذكرى حكم العرب للعالم، ما بيتكلمش على حكم العرب، بيتكلم على بالعدل والمساواة؟ لا،
وما فيش ما اتكلمش على الوفاء لذكرى حكم العرب للعالم. وبيتكلم على مصر ودي جايه في اول بيت يا جماعه. لما انا لا ارى في مصر خلاص استبعد ايه؟ استبعد برضو كده ايه؟ دين. ما اتكلمش على حكم العرب. طب يا ترى اعتزاز بالمدافعين ولا امل في عوده الشعب المصري الى التصدي؟ هل في الابيات تكلم عن امله في عوده الشعب المصري الى التصدي لاعدائها؟ لا. هو اتكلم في الابيات اكتر اعجاب واعتزاز بالمدافعين عن مصر والاشاده بامجادها، عشان كده قلت لك دي لو قال لك في مواجهه المحتل كنت اقول لك ده الصح. لكن في اعجاب واعتزاز بالمدافعين عن مصر والاشاده دي اللي جاي في الابيات كلها. طبعا هتقول لي يا استاذ ده بدا بيقول ان في مصر شعارات، ده في البيت الاول والثاني. لكن في الثالث قال لك اغلب حياه الناس شعارات، بس في مجاهدين لولا رجال جاهدوا لبقايا لما تركت منها يد الدهر كان ايد الزمن ما سابتناش. هؤلاء الرجال ينادون في الاقطار يريدها حياه ترد للنيل الايه؟ ترد لمصر الامجاد، ترد للنيل ريان. ثم جاب استفهام على لسان المجاهدين، انا اتركها للغاصبين ونبتغي لنا وطنا فوق البسيطه ثانيا. غضبنا لمصر غضبه، المجاهدين غضبوا غضبه كبيره، ما نردها مش هنردها الا ان نكون في القبور. فلسنا ذويه ان اضعنا التراث، ولسنا ابناء ايه؟ ان اطعنا الاعادي. ده كله اعجاب بالنضال. ماشي؟ ولما يتكلم على التراث يبقى تكلم على امجاد مصر الماضيه ايه؟ اما يسالون الدهر اذ نحن امه نسوس الدهر نسوس الورى سادتهم، يبقى اتكلم كده على امجاد مصر في الماضي. يبقى في اعجاب هنا بالمدافعين عن مصر وان كان شايفهم هو قله مثلا. ماشي؟ وفي برضه اعجاب ذكر التراث مصر في البيت الثامن وبتاريخ مصر العظيم ان هي سادت العالم ورفعنا على هام الممالك حكمنا. ففي البيت الثامن والتاسع في اشاده بامجاد مصر، ومن الثالث للثامن تقريبا في اعتزاز بالمدافعين. لو خدت باول اثنين بس ممكن تقول به، مع ان قلنا جيم وده المستبعدين، مع ان ما فيش في الابيات كلام عن الامل في عوده الشعب المصري الى النضال. يعني اصلا اول اثنين ما فيهمش امل. طيب في عوده الشعب المصري للنضال انا محتاجه سعي وكده وانا مش شايف غير شعارات. من الثالث مش بيتكلم على الامل في عوده الشعب للنضال. افهم بقى الابيات ماشيه ازاي. هو بيتكلم على الرجال اللي بيدافعوا، بعد كده راح ذكر امجاد مصر. يبقى هنا الاجابه ايه؟ الاجابه الف الاعجاب والاعتزاز بالمدافعين عن مصر والاشاده بامجادها. كان لها تاجا، قلناها في التحليل، صور حكم مصر بالتاج، حكم مصر للعالم بالتاج تشبيه بليغ، ودي قلناه واحنا بنحلل ايه؟ واحنا بنحلل الابيات. بما بين رأيك مؤيدا بالدليل على تحقق وحدة الموضوع في الأبيات. الناس اللي معايا في الأونلاين وإحنا بنتكلم في النماذج اللي فاتت وأظن نبينا على حاجة زي كده، وقلنا إن الوحدة الفنية سمة عند الرومانتيكيين والواقعية ومش سمة عند الكلاسيكية، صح؟ لأن الكلاسيكية عندها وحدة البيت وعندها تعدد الأغراض، لكن مش معنى كده إني لو جاب لك أبيات لشاعر كلاسيكي والأبيات بتتكلم عن موضوع واحد وعاطفة واحدة تيجي تقول لي لا يا أستاذ الكلاسيكيين ما عندهمش واحدة فنية. حبيبي أنت مرتبط محاكم بالأبيات اللي قدامك. الواحدة الفنية واخدها في البلاغة إن القصيدة والأبيات تتكلم عن موضوع واحد وعاطفة واحدة. متحققة ولا مش متحققة؟ متحققة. هو بيتكلم عن حب الوطن والوطنية الصادقة والدفاع عن الوطن وأمجاد الوطن. موضوع واحد وعاطفة واحدة. ماشي؟ فهستبعد هنا لم تتحقق، رغم إن أحمد محرم شاعر كلاسيكي. لكن أنت بتتحكم بالأبيات. فلم تتحقق لا تحققت. طب تحققت فكل بيت من أبيات القصيدة تناول قضية، ما لو كل بيت تناول قضية مختلفة يبقى ما فيش واحدة فنية أساساً، خليك ذكي. من القضية التي يعنى بها الوطن. إذا لو المعنى اللي في ألف ده معناه إن القصيدة اتكلمت على كذا موضوع والوحدة الفنية تتكلم عن موضوع واحد، لا استبعد ألف. طب تحققت فكل الأبيات تحدثت عن حب الوطن وعبرت عن معنى كل أبيات تحدثت عن حب الوطن وعبرت عن معنى الوطنية الصادقة اللي هي بالدفاع والتضحية من أجل الوطن. أيوه هي دي كده، معناه إن كل الإيه؟ إن القصيدة فعلا فيها واحدة فنية في موضوع واحد وعاطفة واحدة. إنما ألف
ده متناقضه، ازاي واحده فنيه وازاي تناولت قضايا متعدده؟ فنكون تركيز في التفكير، الله يبارك فيكم، وايه والاستبعاد. طيب تعالى لي استنتج فين استنتج في ضوء فهمك النص، استنتج في ضوء فهمك الايه النص، سمة من سمات مدرسة الإحياء والبحث. ماشي، ده سؤال أدب. الموائمة بين الأخذ من التراث والحديث عن الذات، وهنا بيتكلم عن ذاته. أي نعم، الكلاسيكيين أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الكلاسيكية الذاتية، لكن هنا الأبيات بتتكلم عن الوطن والوطنية، دي تجربة عامة، فاستبعد. هم وهموا من الأخذ من التراث وربطوا المضمون بأحداث العصر مش بالذات. طب سهولة الأسلوب المستخدم نتيجة الاقتضاء بالسابقين، مش سهولة نتيجة الاقتضاء، ملاش دعوة، دي مش سمة أصلا عنده. استمداد الشكل والفكرة من التاريخ القديم، هو الكلام عن الوطنية، فكرة من التاريخ القديم. طب الشكل مثلا نقول وحدة وزن وقافية أو في تصريع، لكن الفكرة لا، حديث، ده موضوع معاصر. طب تعميق النضال الوطني، ايوه هي دي، والوعي بالماضي العريق، ايوه ايوه ايوه، تعميق النضال الوطني، هنا بيتكلم على النضال الوطني ضد المحتل في الابيات، واتكلم على الماضي العريق، ايوه في البيت الثامن لما قال يسالون الدار اذ نحن امه نسوس نحكم العالم في الماضي، ورفعنا في الماضي على هام الممالك حكمنا، ايوه هي دي يا استاذ، صح، واضحه جدا، ودلاله اللفظ والمعنى زي ما علمتنا رايحه عليها. انا قلت لك هتحل الادب والنصوص يا اما بدلاله لفظ ومعنى يا اما استبعاد. لو دلاله اللفظ والمعنى مش جاي معاك هتبقى بالاستبعاد، يبقى الاجابه هنا دال. طيب قال ابراهيم ناجي: اقبلت اترك منزل الاحباب ودسست هذا الشعر تحت الباب، قد يجمع الله الشتيت ويلتقي ناء بناء بعد طول غيابي. ابراهيم ناجي هنا بيتكلم عن نفسه، اقبلت، تاء الفعل دي معناها انا، دي عارفها من النحو، اترك اخبط على منزل الاحباب ودسست هذا الشعر، وحطيت كده القصيده دي وكتبتها كده في ورقه تحت الباب، قد يجمع الله الشتيت المتفرق يعني هو ومحبوبته ويلتقي ناء، ناء دي يعني بعيد، اصلها نائي وحذفت الياء، ده اسم منقوص لان ده فاعل نائي، اسم منقوص بتحذف يقف حاله الرفع والجر، فاعرف المعنى، النحو هيعرفك برضو معاني، بناء ببعيد يعني بعد طول غياب. بالله عليك مش ابراهيم ناجي بيتكلم عن نفسه؟ هم عندهم حنين لمواطن الذكريات وعندهم ايمان بالتجربه الذاتيه، مش دي كده تجربه ذاتيه؟ ايوه، فحنين لمواطن الذكريات لما قلت اترك منزل الاحباب، ايوه، يبقى هنا على طول يا استاذ الايمان بذاتيه التجربه والحنين لمواطن الذكريات هي دي السمه اللي موجوده عند ابولو، ما ابراهيم ناجي مدرسه ابولو، ايوه. ما عنديش هنا في الابيات كلام عن الطبيعه ومناجتها يعني يخاطبها، ما فيش هنا استعمال اللغة استعمالا جديدا اللي واضحة جدا جدا في الأبيات به التشاؤم والاستسلام، لا ما فيش تشاؤم واستسلام للأحزان هنا والبأس، ده هو قال قد يجمع الله الشتيت، عنده أمل بأن يجتمع بمحبوبته، يبقى إزاي في استسلام للأحزان وفي تشاؤم أساسا؟ لا ده هنا في أمل مش تشاؤم ويأس، يبقى هنا الإجابة إيه؟ به. قال المازني: ستغرب الديوان شمس هذا العمر يوما، شمس العمر ستغرب يعني هنموت، ويغمض ناظري، ناظري يعني عناية، ماشي، عينين الاثنين اللي بيبص بيهم، ماشي، ليل الحمام، الحمام بكسر الحاء الموت، هتغمض ناظري ليل الحمام هتروح للموت، فهل يسري إلى قبر خيال، هيجي القبر خيال، من الدنيا وأنباء الأنام وأخبار الأنام، أعرف أخبار الخلق إيه؟ استنتج السمة من سمات إيه؟ الديوان. جميل، التأمل في الكون، انت شايف هنا تأمل في الكون، الديوان عندهم تأمل في الكون اللي هو الكون، السماء، الأرض، النجوم، الكواكب، هنا بيتكلم عن الموت. في فرق بين الديوان التأمل في الكون والمهاجر التأمل في حقائق الكون، عند المهاجر تأملوا في حقائق الكون فجسدوا الغيبيات كالموت، فلما ازدادوا تأملا في حقائق الكون أداهم ذلك إلى النزعة الروحية والإنسانية،
فنادوا بالتساند الاجتماعي والمحبة وال... إنما هنا تأمل في الكون نفسه، مش في الحقائق، مش في حقيقة الكون. أنا ما عنديش هنا تأمل في الكون، الراجل بيتكلم إن هو هيموت. طب اللجوء للطبيعة؟ ما فيش لجوء للطبيعة هنا خالص، ده بيتكلم إن هو هيموت. طب تطلع إلى الأفاق، المسل العليا، ما عنديش هنا مسل عليا بالاستبعاد. هو أمسك حاجة كده أفصصها كده شوية، يعني أكون عندي ثقة في نفسي. إحساس بالحزن، قال لك ستغرب شمس هذا العمر، دلالة اللفظ أهو، شمس العمر هتغرب. يبقى إحساس بالحزن والتشاؤم واليأس، وعنده يأس، يقول لك أنا كده كده خلاص هموت. هنا دلالة اللفظ والمعنى رايحة الجيم على طول. بالاستبعاد برضو هختار جيم. الناس اللي معانا المشتركين طبعا داخلين بلينكات تانية، فيعني هشوف تعليقات اليوتيوب في الاخر لو حد له استفسار معين وهجاوب برضو. لكن ممكن ناخد يعني زميلك اللي معانا اللي ممكن مسموح له يتكلم صوت، يعني يسأل سؤالك يعني. فهفتح النقاش مع اللي معانا الاونلاين، لان دول مسموح لهم ان هو يتكلموا بالصوت، عندهم الخاصية دي يعني، داخلين بلينكات خاصة. ماشي، وتعليقاتك اللي في اليوتيوب لو في سؤال برضو ما تردش عليه، هرد لك عليه حاضر. فاخد كده بس اي سؤال في القطعة العلمية او القطعة الادبية او النص الشعر، لو ما فيش هروح على طول للايه، لنص النثر. بس يا ريت اللي هيتكلم يرفع ايده. ماشي، يلا يا يوسف. في الأول كم؟ أول قطعة العلمية؟ أم. ماشي، يلا، إيه سؤالك فيها؟ علي صوتك بس عشان كله يسمع. رقم 4. السؤال رقم 4. أم. إيه بقى ماله؟ ليه مش ليه؟ هو إن مذكورة في القطعة على سلامة الغذاء. قالت قول الكاتب برعاية مجموعة شركات مصنعة. حرص الشركات على سلامة الغذاء، هم لو نفرض انهم عندهم حرص هيرعوا الابحاث في صناعة الاطارات، يبقى سلامة غذاء ولا سلامة الاطارات؟ هي مذكورة في القطعة الثالثة لمعرفة ما اذا كانت يعني اذا كانت الملوثات الناتجة عن تأكل اطارات السيارات قادرة على الانتقال عبر السلسلة الغذائية. فين انت مرتبط بدي؟ في هذا الصدد قام علماء ايه؟ سواسون بالبحث في مجال السمية برعاية مجموعة شركات مصنعة لإطارات لمعرفة ما إذا كانت الملوثات الناتجة عن تأكل السيارات قادرة على الانتقال عبر سلسلة الغذائية. طيب ماشي، انت يعني هي دي اللي هتخليك يعني تقول حرصهم على سلامة الغذاء يعني؟ طيب هو مين اللي حريصين على سلامة الغذاء، العلماء ولا الشركات؟ الشركات. لا، العلماء. تمام، برعاية الأبحاث. طيب برعايه مجموعه شركات هي. طب ماشي، لما اقول لك برعايه، اللي قام بده علماء بالبحث، العلماء هم اللي عملوا ده. ماشي، في مجال السمية. مين اللي رعى هذا البحث؟ شركات. جميل، لفظه رعايه، دلاله لفظه رعايه، رعايه يعني اهتمام، صح؟ ايوه. طيب معناه ان هم بيرعوا البحث العلمي. مش الشركات دي كده بترعى البحث العلمي؟ ايوه. هو سؤال جميل على فكره، يعني انت جايب حاجه اللي هي هنا مذكوره فيها الغذاء. ماشي، طيب مش كده هي بترعى البحث العلمي؟ ايوه. طيب كلمه برعايه مجموعه تدل على ايه؟ اهتمامهم بالبحث. يبقى الشركات دي مهتمه ولا مش مهتمه؟ مهتمه. يبقى لفظه برعايه مجموعه شركات مصنعه للاطارات تدل على اهتمام الشركات دي بالبحث العلمي وتطبيقاته. لفظة الرعايه يعني توديني لاهتمامهم بالبحث العلمي. إيه ما تمشيش حتى به يعني، المفروض يا جيم صح، بس بيه ما تنفعش. لا هم مهتمين بالبحث العلمي، عايزين يجيبوا اطارات اكثر يعني نقاء واقل تلوثا، بحيث ان هي تكون مبيعاتها اكثر وانتاجهم يزيد والاقبال عليها يكون اكثر. ايوه تمام. تمام، وكلمة رعاية، بص، بحث برعاية، بحث علمي برعاية، إذا الشركات مهتمة بالبحث العلمي.
دلالة اللفظ والمعنى. ماشي، سؤال جميل. محمد عبد الله، في سؤال تاني يا يوسف قبل ما اسيبك؟ لا لا، طب انا هشوف بس، لسه افكر عشان ما سجلتش اللي كنت عاوز اقوله. كان في سؤال تاني ماشي، لسه تبقى هشوف. في الآخر. تمام، محمد، نفس السؤال ونفس علي صوتك عشان مش سامعك. كان نفس السؤال ونفس الإجابة. خلاص يعني كده تمام يعني كده؟ طب سؤال رقم 14. ماشي بس تمام يا محمد يا عبد الله كده تمام؟ تمام، تمام. طب ولعل يكون ده برضه عند ناس ثانيه بتتابعنا على اليوتيوب ايوه السؤال ده تمام يبقى تمام كده واضح. ايوه تمام 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 الحمد لله. طيب يلا 14. مئات مرة حق يدل على ضعف الباشمهندس وتغير الهيئه، ايه بقى اعتراضك؟ ان جيم تغير هيئته من شاب لشيخ كبير عجوز. ايه اللي يعني ايه اللي فهمنا شاب قصده شايف كده؟ قدامي وهو لسه شباب شايفه شيخ كبير، معناه ان هو ضعيف وتغيرت هيئته. طب جيم ما تنفعش ليه؟ رأس ايه؟ رأسه جيم جيم رأسه مندفس، ده دي خدناه من الانطواء طريقه مشيه. وقلنا يا جماعه ان هو بيمشي مندفس، يعني بيمشي بص كده. انت شايفني كده؟ هو اللي شايفني؟ عبر على شايف. عامل كده. دي طريقة المشي بتاعته. لكن ضعيف شباب بقى عجوز، صح ولا لا؟ دي أقوى. هي أقوى ألف إنما بس. اندفس دي رأسه اندفس في جسده، دي وهو ماشي كده ده عشان منطوي. ما هو لكن منطقة اللي إيه؟ عبر عن به. لا هو عايز دلالة الضعف، بقى ضعيف، جسمه بقى ضعيف جدا. وإن هيئته تغيرت، الإنسان لما يكون شاب لكن تشوف تقول ده عنده 70 سنة ولا 60 سنة، مش هي دي تغير الهيئة؟ تمام. صح؟ طيب تمام. اللي هو قال أنا دي أنا هو شاب، بس أنا أمام شاب قد شيخ أصبح عجوز. ما هو الشيخ، الشيخ يعني معناها كبر في الحاجة. فشيخ في الدين أي كبير في العلم، شيخ في العمر اي كبير في العمر. فالشيخ تطلق على كبير السن ان هو شيخ في العمر يعني، او كبير العلم عشان يقول لك ده شيخ الاسلام، خلاص يعني كبير جدا في العلم. وصلت؟ وصلت. تمام. تمام. في اي حاجه تانية ولا نروح للايه الاسئله التانية؟ طيب ما دام ما حدش رفع ايده تاني كده اول حاجه يبقى كده خلاص نروح ليحيى حق. ماشي، المنفلوطي ده يحيى حق، ده كان قطعة القراءة وخلصناه. ماشي، النص نص النثر. الإنصاف للمنفلوطي، اللي أنت تكون منصف يعني العدل يعني في الرأي. إذا كان لك صديق تحبه وتواليه ثم هاجمت من أخلاقه ما لم يحلو اللي محليش في نظرك. صديق أنت بتحبه جدا وتواليه يعني بتحبه جدا، الموالاة دي يعني صديقك الصدوق يعني، ثم هاجمت بعد كده، ثم تفيد العطف، هاجمت من أخلاقه ما لم يحلو في نظرك، اللي ما حليش في نظرك. هاجمت من أخلاقه ما لم يحلو استعارة مكنية، شبه الأخلاق بطعام يحلو أو لا يحلو. ما لم يحلو في نظرك ولم يتفق مع ما علمت من حاله. هاجمت من أخلاقه حاجة مش حلوة وهي مش متفقة مع اللي انت عارفه عنه. وما اطرد عندك من اعمال، الشيء المطرد اللي بيتعمل باستمرار، هي لا انت مش كده، انت دي غلطة عندك لازم تصلح، فانت هاجمتها. او كان لك عدو، طب ليك صديق بتحبه لكن شفت في حاجة وحشة فهاجمتها وانتقدتها، او ليك عدو تزم طباعه، انت دايما بتزم طبعه وتنقم منه شؤونه ودايما بتعيب شؤونه وتنقمها عليه. ثم برقت أي لمعت لك من جانب أخلاقه بارقة خير. برقت بارقة خير من جانب أخلاقه، شبه استعارة مكنية، شبه جانب الأخلاق بشيء مادي له بريق ولمعان. عمل عدوك ده حاجة حلوة يعني. فتحدثت بهما،
فتحدثت نتيجة لما قبلها، أي شيء مترتب على شيء علاقتها نتيجة. فتحدثت بما قام في نفسك من مؤاخذة صديقك على الهفوة. تحدثت أنت باللي جه في نفسك، اللي أنت أخذت صديقك ولومته على الهفوة التي زممتها، وحمد عدوك على الخلة، على الصفة التي حمدتها. عدك الناس الناس هتقول عليك متلون ومخادع. ليه؟ ازاي ده صديقك وتهاجمه؟ ازاي ده عدوك وانت بتقول عليه وحش وقلت ان هو عمل حاجه حلوه؟ طب ما هو كويس اهو، الناس هتقول عليك كده. طيب هتقول لي فتحدثت بمقام من مؤاخذه صديقك على الهفوه التي زممتها، وحمد عدوك على الخله التي حمدتها. الجملتين عكس بعض ففي مقابله. طيب ولو انصفوك، هم لو الناس دي منصفه مش هتقول عليك متلون او مخادع، لا أعجبوا بك، المفروض يعجبوا بيك وبصدقك، ولا أكبروا نقاء سريرتك، يقولوا أنت سريرتك من جوه، أنت نظيف من جوه، نقية من الميول والأهواء. هنا تصوير للميول والأهواء بأوساخ، ماشي، تقدر أو موجودة في السريرة. ولسموا ما بدا لهم منك اعتدالا، هيقول ده انسان معتدل لا نفاقا. اعتدالا لا نفاقا، ده عطف بلا، يبقى ايه؟ اسلوب قصر، ماشي، يفيد التوكيد والتخصيص. وانصافا لا خداعا، جميل، برضو اسلوب قصر. وهتقول لي اعتدالا ونفاقا في طباق ما بينهم، الاثنين عكس بعض، والانصاف والعدل في طباق ما بينهم. لأنك لم تغلو، أي لم تغالي في حب صديقك غلو من يعميه الهوى، لم تغلو غلو في أسلوب توكيد عن طريق المفعول المطلق، عشان هو لو سألك في الأساليب تبقى عارف جاي إزاي. من يعميه الهوى عن رؤية إيه؟ عيوبه. ولم تتمسك من صداقته بالسبب الضعيف. السبب هنا مقصود الحبل. تقول لي هنا استعارة تصريحية، صور السبب، آسف، هنا استعارة مكنية، صور السبب بحبل يمسك به. ده من المشبه، مذكور المحذوف المشبه به اللي هو الحبل، فدي استعارة مكنية مش تصريحية. صور السبب بحبل يمسك به. فعنيت بتعهد أخلاقي، اعتنيت أن أنت تعهد أخلاقه، تفقد خلاله أي صفاته لإصلاح ما فسد من الأولى وإعوج من الآخرة. ما فسد من الأخلاق يعني، ماشي، فعنيت ايه؟ بتعاود اخلاقي وتفقد خلالي، فتصلح ما فسد من اخلاقه ومعوج من خلاله من صفاته. طيب ان صديقك، اسلوب مؤكد بان، الذي يبسم لك في حالي، دي مثنى، رضاك وغضبك، هتقول لي رضاك وغضبك تفصيل للحالين، يبقى علاقه رضاك تفصيل بعد اجمال. حالي رضاك وغضبك، وحلمك وجهلك، هتقول لي رضاك وغضبك ما بينهم طباق، حلمك وجهلك ما بينهم طباق. وصوابك وسقطك برضو ما بينهم طباق. ليس كل ده تفصيل طبعا، يبقى علاقة رضا الأولى دي، الأولى بتبقى علاقتها من مقابلها تفصيل. ليس ممن يغتبط بمودته، انت عارف الاغتباط يعني ايه؟ اللي هو الحسد الممدوح. يعني انت واحد عنده مال فبينفق ماله في سبيل الله، فتغتبط ذلك، أي تتمنى أن يكون لك مال مثله فتنفقه أيضا في سبيل الله، لكن ما بتتمناش زوال إيه؟ النعمة عنده. أما المذموم اللي أنت تتملى زوال النعمة عند غيرك، ماشي. أو يوثق بصداقته، ده صديق ما يتوثقش بصداقته وما تفرحش، يغتبط يعني تسعد، ما تسعدش إيه؟ بمودته. ليه؟ لأنه مش مراية ليك، بيبسم لك، بيبتسم لك، سواء انت راضي او غضبان، حليم او جاهل، صح ولا غلط، ما بيوركش عيوبك بينك وبينه عشان تصلحها. اللي بيخاف عليك يقول لك خد بالك دي عيب عشان تصلحها، لانه عايزك تظهر بمظهر افضل ما يكون امام الناس. فالصديق مرآة صديقي، الصديق مرآة، هتقول لي ده تشبيه بليغ على طول، صور الصديق بالمرآة. سر جمالها التوضيح، لان الصديق مادي والمرآة مادي، لأن التشخيص لما يكون المشبه به هو العقل، إن المشبه به المرآة غير العقل، ومادي ومادي، فسر جمال التوضيح. وهو لا يصلح أن يكون مرآتك التي تتراءى فيها، ده مش هينفع لك مراية، ده بيجاريك في كل حاجة،
فتكشف لك عن نفسك وتصدقك عن زينك وشينك وحلوك ومرك. اللي زين وشين عكس بعض، الزين الحاجة الكويسة والشين الحاجة الوحشة، والحلو والمر عكس بعض، يبقى زين وشين طباق، حلوك ومرك ما بينهم طباق. فده مش مراية هيوري لك مواطن محاسنك ومساوئك اللي هو الزين والشين. وصديقك هذا اللي بينافقك ده إما جاهل متهور في ميوله وأهوائه، ده جاهل ومتهور في ميوله وأهوائه لأنه مش صريح معك، يا إما هو جاهل أساساً مش فاهم وبيعمل إيه، يا متهور في ميوله وأهوائه يعني مش منضبط في ميوله وأهوائه، فلا يرى غير ما تريد أن ترى نفسه، ما بيشوفش غير اللي عايزة تشوفه نفسه بس، بيشوف اللي عايزة تشوفه نفسه فقط، لا ما لا يجب أن تراه، فبيشوف اللي عايزة تشوفه نفسه بس، إذن بيخدعك، ما بيشوفش اللي يجب أن يراه، وإما منافق مخادع، عشان كده وصفه هنا بالنفاق. ليه؟ لأنه علم أن هواك في الصمت، أنت حابب الصمت، هواك عن حبك في الصمت، عن عيوبك، أنت بتحب أن هو يصمت عن عيوبك وتبرير أخطائك، فجارك ما شاك فيما تريد ليبلغ منك ما يريد، وبيعمل كده ليه؟ ليبلغ، دي تعليل لما قبلها، هو عايز ياخد صدقة مصلحة، بيجاريك عشان ياخد منك اللي هو عايزه. فها أنت ذا ترى أن الناس يعكسون القضايا، تقول لي استعارة مكنية شبه القضايا بأشياء مادية تعكس، ويقلبون الحقائق شبه الحقائق بأشياء مادية تقلب، يبقى صورة مركبة، فيسمون الصادق كاذبا، تقول لي الصادق والكذب بينهم طباق، والكذب صادقا أين كذب الطباق، ولكن تفيد الاستدراك، الناس لا يعلمون، مش عارفين الحقيقة. ما الذي أعجب الكاتب في من يوجه له حديثه كما فهمت من الفقرة الثانية؟ هو بيوجه حديثه لمين؟ للصديق، إن لما بيشوف حاجة حلوة من صديقه يمدحها، ولو شاف عيب يقول له ده عيب، ولو شاف حاجة حلوة من عدوه يمدحها رغم أنه عدوه، ولو شاف حاجة من صديقه يذمها رغم أنه صديقه. هل تمسكه بصدقة من يحب أو يكره؟ لا، ما جابش أنه بيصدق من يحب أو يكره خالص. التوبيخ والنقد اللاذع للصديق إذا أخطأ، هو يحب كده؟ لا، هم ما قالوش وبخه، التوبيخ ده حاجة وحشة والنقد اللاذع حاجة وحشة، أنت بتنقد بس بأدب، وما جابش نقد لاذع خالص وتوبيخ. طب تقديم النصح لإصلاح فساد الأصدقاء ولا سلامة القلب من هوى النفس؟ تعال نشوف بقى إيه المعنى اللي أعجب به الكاتب. هل مجرد تقديم النصح لإفساد فساد الأصدقاء هو ده اللي عاجبه، ولا عاجبه ان القلب سليم من الهوى ومن الضلال؟ فعدوه لو عمل حاجه حلوه يقول له انت دي حاجه كويسه، ولو صديقه عمل حاجه وحشه يقول له دي حاجه وحشه، هو لو انصفوك لاعجبوا بك. ليه؟ لانه راى من صديقه السيء فلامه، وراى من عدوه الحسن فمدحه، هو ده اللي اعجبه، ده الإنصاف. والأكبر نقاء سريرتك، دي في الفقرة الثانية، من الميول والأهواء. يبقى هو معجب بإيه اللي أعجبه في الفقرة الثانية دي؟ إن هو نقي من الميول والأهواء، نقي من الميول والأهواء، فمش هينفق زميله وعدوه لو عمل حاجة حلوة مش هيقول وحش عشان عدوه. يبقى سلامة القلب من هوى النفس وضلالها، هي دي المعنى اللي جاي في الفقرة الثانية. استنتج المغزى من قول الكاتب عن الصديق يبسم لك في حالي رضاك وغضبك، بيبتسم لك انت راضي وانت غضبان، في سياق الفقرة الثالثة اللي هي دي، صديق الذي يبسم لك في حالي رضاك وغضبك وحلمك، ده معناه انه بيعمل ايه؟ ده ما ينفعش يكون صديقك. فده تدل على ايه يا جماعة؟ تدل على النفاق والمدهنة. راضي يبتسم لك، غضبان يبتسم لك، جاهل يبتسم لك، حليم يبتسم لك، صح يبتسم لك، غلط يبتسم لك. ده اللي جه في الفقرة ايه؟ معانا اهي اهي. يبقى ده نفاق ومداهنة، مش مشاركة وجدانية ولا حاجة. يشاركك الوجدان، يا سلام. المبالغة في المشاعر، مبالغة في مشاعر، بيبتسم لك في حالة الرضا والغضب. رحمة الصديق في تعامله، لا، هو قال لك ده اصلا ما ينفعش يكون صديق، صح؟ وما ينفعش يكون مراية لصديق. يبقى
دي تدل على ايه يا جماعه؟ ايه المغزى؟ ايه الرساله؟ قلنا الرساله المعنى غير المباشر. واحد بيبتسم لك في حاله الرضا والغضب، ايه الرساله اللي عايز يقولها لك الكاتب؟ عايز يقول لك ان ده صديق منافق ومداهن، ابتعد عنه. وصلت؟ يبقى الاجابه هنا ألف. استنتج الوصف الذي ينطبق على المتحدث عنه، المتحدث عنه فقول الكاتب: مؤاخذة صديقك على الهفوة التي زممتها، وحمد عدوك على الخلة التي حمدتها. ايه الوصف اللي ينطبق على المتحدث عنه؟ الصديق، انا بتحدث عن مين؟ عن اللي بيؤاخذ صديقه على الهفوة، على الغلطة، يؤاخذ عليها ويحمد عدوه على الصفة الحلوة. ده نوصفه بالخديعة؟ لا. ولا تقلب؟ لا. ولا تسامح؟ ده ما يسعب تسامح، ده صريح واضح، انسان الصراحة والوضوح. صاحبه لما وقع في هفوة اخذوا عليها ولموا عليها، عدوه لما عمل حاجة كويسة حمدها له، حمدها له. يبقى دي صراحة ووضوح، دي الصفة اللي نوصفه بيها. بين الصورة البيانية وقيمتها الفنية في عبارة: فلا يرى غير ما تريد، فلا يرى غير ما تريد ان ترى نفسه. انسان الصديق اللي بينافقك ده ما بيشوفش غير اللي نفسه عايزه تشوفه، ده استعاره مكنيه مش تشبيه. غير ما تريد ان ترى نفسه، شبه النفس بشخص يرى، استعاره مكنيه. طب قيمتها ايه بقى؟ هنستبعد تشبيه بليغ. افادت نفاق الصديق ولا سوء تقدير الصديق؟ لا طبعا، اللي مذكور معايا هنا في الفقره النفاق، افادت النفاق. واحد ما بيحبش يشوف غير اللي عايز يشوفه، يبقى مخادع، مش سوء التقدير. سوء تقدير ده لو شاف غصب عنه، انما قال لك ما تريد ان ترى نفسه، هو ما كانش سوء تقدير، يبقى ده انسان منافق مخادع. يبقى الاجابه هنا الف. هات من الموضوع ما يدل على ان الصداقه القائمه على المصلحه تضر ولا تنفع. فين الصداقه القائمه على المصلحه؟ اللي بيصدقك عشان مصلحته. لا يصلح أن يكون مرآتك التي تتراءى فيها، وقال لك إن الصديق اللي بينافقك ما ينفعش يكون مرآتك، بس ما ذكرش هنا صداقة على المصلحة. تتمسك من صداقته بالسبب الضعيف، أنت ماسك بحبل ضعيف بصداقة الإنسان اللي بينافقك، بس فين المصلحة؟ مفيش لفظة، مفيش حاجة تدل على المصلحة. صديقك هذا جاهل متهور في ميوله، ماشي، بس ده وصف ليه، أنا عايز الصداقة القائمة على المصلحة. فجراك فيما تريد ليبلغ، ايوه، تعليل لما قبله. صديقك ده بيصاحبك ليبلغ منك ما يريد، هي دي الصداقه القائمه على المصلحه اللي بتضر في دال. فليبلغ منك ما يريد، هي دي الدلاله، دلاله اللفظ دي تودي لصداقه على المصلحه. يجاريك عشان ياخد منك اللي انت عايزه، صديق بتاع مصلحته. يبقى الاجابه هنا دال. استنتج من النص تشبيها بليغا، جاوبناه وقلنا الصديق مرآة صديقه، وسر جمالها التوضيح، الحاجات اللي فصلناها في النص على طول هنمشي في عرضه، ماشي؟ يبقى الإجابة هنا جيم، الصديق مرآة تشبيه بليغ، سر جمال التوضيح. حدد بمالي ما يعبر عن رأيك مبررا تجاه نجاح الكاتب في توظيف الخيال للتعبير عن المشاعر. الكاتب عشان يوصل لنا ان هو نجح فعلا، فكره الصديق السيء نجح فيها ولا لا، مشاعره ان هو كاره لهذه الصداقه نجح فيها، واضحه جدا، يبقى استبعد لم ينجح. حتى في لم ينجح، بص لما تقراها: لم ينجح في توظيف الخيال للتعبير عن مشاعره، فقد عجز عن الدفاع عن وجهه نظريه تجاه اصلاح النفس. هو بيتكلم عن اصلاح النفس ومواجهه عيوبها، هو عاجز عن الدفاع عن وجهه نظره، وكان وجهه نظره اصلاح النفس، ولا وجهة نظره ان انت ما تصاحبش الصديق المخادع؟ ادي حتى فيها: لم ينجح في توظيف الخيال للتعبير عن مشاعره، فقد اعتمد على لغه تقريريه كما في المقالات الصحفيه. لا، جاب فيها خيال والله. طيب، نجح في توظيف الخيال في التعبير عن مشاعر الضيق من الصديق الذي يظهر عيوب صديقه. هو كان متضايق من الصديق اللي بيظهر عيوب صديقه ويروح عليه في اصلاحها، كما في قوله: فتكشف لك. ده هو بيمدح الصديق اللي بيظهر عيب صديقه، قال لك ده اللي يكون مرآة صديقه فعلا. لا، استبعد دي خالص. طب نجح في توظيف الخيال في التعبير عن وضوح المشاعر، وضوح مشاعر الصديق تجاه صديقه ليصلحه وان اخطا.
عايز الصديق يصلح صديقه من أخطأ ويشجعه من أحسن، أيوة كما في قوله الصديق مرآة الصديق، أيوة هي دي اللي صح، هي دي اللي صح. الإجابة هنا ب، هو مشاعره أن الصديق فعلا فكرته لازم يصلح صديقه من أخطأ ويشجعه من أحسن، دي ب. فألف بيقول لك متضايق من اللي بينصح صديقه واللي بيزرع عيب صديقه، لا مش متضايق بالعكس، ده هو قال لك الصديق المفروض كده بس مش قدام الناس، يعني يظهرها ليه يقول له دي عيوب فيك. فالإجابة هنا به واضحة جدا. حدد إلى أي نوع من الأدب ينتمي هذا النص. طبعا ده مش جزء من سيرة ذاتية، جزء من سيرة ذاتية الكاتب بيحكي حكاية نفسه، حكاية عن نفسه، ويجيب لك جزء من الحياة زي عنا بتاع طه حسين قصة الأيام، أو سيرة إبراهيم العقاد كتب في سيرة ذاتية، أو نجيب محفوظ كتب سيرته الذاتية، والعقاد كتب سيرته الذاتية لما يتكلم عن حياته الخاصة ويجيب لك منها جزء. طب السنة اللي فاتت كان جايب كاتب مش معروف يعني بيتكلم عن حياته، جزء من حياته، وكان لها عنوان الأم، كان قال لك جزء من سيرة ذاتية ولا مقال اجتماعي يوضح علاقة الأم عشان العنوان ده ما اخترناش سيرة ذاتية، فاخترنا ان هو مقال اجتماعي، علاقة الايه امتحان السنة اللي فاتت يوضح علاقة الايه الأم بايه بأولادها او بابنها، ماشي، وكان لها عنوان كده لانه كان حاطه مقال. طبعا ده مش جزء، ده مش قصة قصيرة، وانت عارف القصة القصيرة خلاص. طب مقال تصويري، انت عارف ان المقال التصويري اللي بيمسك شخصية، اي شخصية، شخصية معروفة، ويذكر محاسنها او عيوبها، ده مش مقال تصويري، مفيش شخصية مسكها ذكر لي عيوبها او محاسنها. امال ايه مقال اجتماعي؟ اللي بيتناول قضية اجتماعية. وايه القضية الاجتماعية اللي جابها هنا يا استاذ؟ قضية الصداقة، قضية اجتماعية. المقال الاجتماعي يكلم لك عن قضية اجتماعية ويذكر لك لها حلول، وذكر لك حلول لو قرأت المقال كويس، قال لك ما تصاحبش الايه الصديق المنافق، صح؟ بيتكلم عن قضية التعليم، قضية التدخين، قضية الفقر، اي قضية اجتماعية ويذكر لك لها حلول، زي نص التكافل الاجتماعي في الاسلام بتاع احمد حسن الزيات، ده مقال ايه؟ مقال اجتماعي. واحمد حسن الزيات من المحافظين المجددين، ومتمسك بالقديم، الناحية البلاغية والأدبية القديمة، وجدد في المواضيع شوية، فهو من المدرسة المحافظين أحمد حسن الزيات، ونصه ده اللي جالنا اجتماعي. فده مقال اجتماعي تناول العلاقة السوية بين الأصدقاء بأسلوب مقنع شائق، أيوة هي دي صح. الإجابة هنا جيم واضحة جدا. أدب النثر موجود معك في فيديو مدته ساعة كله، المقال، القصة القصيرة، الرواية موجود على القناة، ماشي؟ طيب، بيّن كيف عبر الكاتب عن فكرته للقراء في هذا العمل الأدبي. طيب، جمع بين السرد والحوار بنوعيه، امسك لفظ لفظ، أنا بدأت معاك من دال أهو، بدأت معاك من إيه؟ من دال. هل الكاتب جمع بين السرد والحوار بنوعي؟ السرد طريقة العرض، في سرد، السرد طريقة عرض القصة، طريقة عرض المقال، في القصة بنقول الحكي. طب الحوار بنوعية، عارف الحوار بنوعية يعني ايه؟ يعني الحوار الداخلي والخارجي. الحوار الداخلي الكاتب يكلم نفسه، والحوار الداخلي ده في القصة او الرواية والمقال بيوضح لنا نوازع النفسية للكاتب، لان هو لما يكلم نفسه كده بنظهر، بنعرف ايه اللي جواه وبيميل لايه، النوازع النفسية. الحوار الخارجي ما بيكون ما بين الشخصيات، قال له كذا فقال كذا، وده رد على ده، واتكلم مع ده، ده الحوار الخارجي، ده بنعرف من خلاله العلاقات ما بين الشخصيات والصراع ما بينها. فأنا ما عنديش حوار خارجي ولا داخلي، ماشي، لو قلت في حوار داخلي الكاتب مع نفسه ماشي، لكن ما عنديش حوار خارجي، استبعد ده. جمع بين الحقيقة والخيال في رسم ملامح الشخصيات، هو أنا عندي شخصيات أساساً، ده مقال مش قصة، ما عنديش شخصيات وصفها بخيال يعني، استبعد جي. اعتمد على الإلقاء في عبارات تقريرية، لا هو سردها لي كده وجابها لي كده بناحية جمالية، مش إلقاء كده مباشر. اعتمد فيه على السرد اللي هو طريقة العرض اللي فيها أكنه بيتكلم مع نفسه، حوار داخلي، طريقة الحكي بيعرض لنا، ليفصح للقارئ عن نوازع نفسه، أيوة، إن هو بيميل إلى الصداقة
إن الصديق ينصح صديقه ولا يميل إلى الصداقة اللي فيها خداع ونفاق. فطريقة السرد بتاعته وضحت لنا الكاتب بيميل لإيه. والمقال ده تحقق فيه الذاتية على فكرة، من أهم سمات المقال الذاتية. يعني الذاتية تتضح فيه شخصية الكاتب. ماشي؟ طيب. طب الإقناع في المقال بيجي إزاي؟ لو قال الإقناع تحقق عن طريق سلامة الفكرة، أو هتنسى. راجع الأدب أنا شرحه سلام. لما الفكرة تكون سليمة، ماشي، دي بتؤدي إلى الإيه؟ إلى الإقناع. يبقى هنا الإجابة ألف، اعتمد فيه على السرد، العرض، طريقة العرض. يفصح للقارئ عن نوازع نفسه. آه، عرفنا نوازع نفس الكاتب، عرفنا هو بيميل لإيه. الإجابة هنا ألف. مفيش عبارات تقريرية كده جافة، ده أنا عندي كان فيها حاجات فيها حتى خيال. طيب قبل ما أروح للنحو، لا مفيش بريك، مفيش بريك، عشان ده في حاجات أنا عايز أقولها تاني بعد ما نخلص الله يبارك فيك، نخلص بدري أقول شوية حاجات كده وأكتب التعبير المقالي كويس. التعبير المقالي انا هناخد بقى، نختم بقى الكلمه الافتتاحيه زي ما احنا طبعا اللي حضروا معانا اللايف امبارح بتاع النحو، اللي حلينا النحو في امتحانات الاعوام السابقه، شوفها على القناه، ده افضل مراجعه للنحو من امتحانات الاعوام السابقه، حلنا 4 امتحانات وشرحنا فيها التعبير الاختياري والمقالي، وقلنا ازاي التعبير المقالي بيتكتب اللي هي الكلمه الافتتاحيه، وقلنا في ثوابت حاجات هتكتبها وناكد على النهارده، وبعدين هندي نبذه عن الكلمه الختاميه لو جت هنقول فيها شويه حاجات ثابته وطريقه كتابتها سهله جدا ما دام عارف الافتتاحيه. هل في أسئلة بس الناس اللي معانا اللي داخلة باللينكات الخاصة؟ ممكن؟ هل في أسئلة في نص النسر؟ برضو رفع الإيد الأول. هل في أسئلة في نص النسر؟ تمام. نروح للنحو بقى، علشان أنا في النحو هفصل شوية الله يبارك فيكم بقى، يعني اعتبروها مراجعة قوية للنحو بقى في الجزء اللي جاي. إن من يرجو نجاة يصفح الصفح الجميل. عايز المحل الإعرابي لجملة يصفح. أنا عندي إن وأخواتها، همشي كده الجملة ماشي. إن من ده اسم موصول، إن الذي ينفع عشان أحط الذي. من اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن. يرجو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والفعل ضمير مستتر تقديره يعود على من. ونجاة ماشي مفعول به، ماذا يرجو؟ يرجو ايه نجاة؟ مش دي كده جملة صلة الموصول جاي بعد الاسم الموصول؟ اه لا محل لها من الاعراب. خلاص انا طب انا عايز خبر ان، انما يرجو النجاة ماله، بسأل خبر بماله ومالها. يصفح، اذا يصفح ده خبر جملة فعلية لان، يبقى جملة يصفح في محل رفع خبر ان. جميل، خد بالك من الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. طيب هنا بقى ركز معايا سيادتك في اللي هكتبه لك ده، ركز، ما انا هراجع لك نحو بقى. خلاص بص انا قلت لك ان الجمر بعد النكرات نعت، صح؟ اه. طيب لما اقول لك يا طالبا اجتهد، هتيجي بيسالك جمله اجتهد، جملة اجتهد، شايفها كده سيادتك؟ شايفها؟ يا طالبا اجتهد اهي. خلاص واكبرها لك شوية، يا طالبا اجتهد. خلاص كده ثواني بس كده. أنا هكتبها تاني من جديد معلش. زوم إن. معلش بس استحمل. ارجع. استحمل. هي جت تاني. خلاص كده.
شايفها كده يا طالب اجتهد. الجمله اللي جايه بعد المنادى ما تقوليش جايه بعد نكره، فجمله نعت، لا دي جمله ابتدائيه، هو نادى عليه فبدا كلام، فدي جمله ابتدائيه. تاني حاجه جمله النعت لما بتعود على نكره بتوصف، لازم يكون توصف النكره، وهيكون في ضمير رابط يعود على النكره دي، فاجتهد ما بتوصفش الطالب. ماشي خلاص، دي جملة ابتدائية بعد ما ناديت عليه بدأت انصحه. طيب ناخد جملة تانية في الحتة دي، انا برضو خايف تيجي الافكار دي، خد بالك. بص كده للمثال ده كده، لو انا جيت كده سيادتك قلت لك كده، خد بالك من دي كويس. رب قصيدة، انا هجيبها لك كاملة دلوقتي، حفظت بقى قدامك اهي، شايف رب قصيدة حفظت. دي جملة بعد نكر، رب قصيدة حفظت، واضحة قدامك اهي، جميل كده. عايز اكبر ورا شوية. رب قصيدة حفظت، طيب جملة حفظت لا محل من الإعراب، لا محل في محل خبر. رب حرف جر شبيه بالزائد، قصيدة تعرب أي. ايه الاسم مبتدأ. اللي بعد رب يعرب مبتدأ الا اذا جاء بعده فعل متعدي لم يستوفي شروطه، اذا جاء بعده فعل ايه متعدي لم يستوفي شروطه. جميل، هي دي اصلا انا بالماوس على اليمين او الشمال بقى على حسب عشان تبان. خلاص كده عشان انا ما كتبتش الايه، عشان ربة تبان، ربة مش باينة اصلا، يعني دوسة طويلة ماشي كده حاضر واتقل. حاضر حاضر. ماشي تمام، ربة كده باينة، باينة باينة. ماشي. رب قصيدة حفظت، حفظت فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، ما فيش معاه المفعول به، خد بالك ما فيش معاه مفعول به، إذا قصيدة هنا تعرب مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. ده ليه ثابتة دي؟ يبقى حفظت هنا هتكون لا محل لها من الإعراب، ما فيش ضمير أصلا يعود عليها كمان، حفظت أنت لا محل لها من الإعراب. طيب لو هاجي أقول كده، خد بالك النكرة يعني مش أي نكرة كده تقول جملة نعد اللي بعد ربة دي، خد بالك أو كام الخبرية. خد دي كده بقى كده، أنا لو نفس المثال هقول لك رب قصيدة حفظتها، فيها ضمير يعود عليها كده، الفعل جه معاه مفعول، جه معاه مفعول به صح، اذا قصيده هنا مبتدا صح، وحفظتها جمله خبر. وضحت دي كده يا جماعه؟ تمام تمام يلا. روح للسؤال الثاني، اقبح. يبقى احنا قلنا اخترنا دي جمله خبر ان، محل رفع خبر ان. اقبح بالاتكاليه وما اعظم تربيه ابنائنا على قيم ايجابيه ومبادئ اخلاقيه. ميز بمال المصدر الصناعي الوارد في العباره، المصدر الصناعي اس تلحقه ياء مشدده وتاء مربوطه، لو شلت الاسم هترجع، لو شلت الياء المشدده والتاء المربوطه هترجع للاسم، يعني الحر. تحط لنا الياء المشدده والتاء المربوطه الحريه، تشيلهم تاني ترجع للحر، الوطن.
تحط الياء المشدده والتاء المربوطه تجيب الوطنيه، تشيلهم ترجع للوطن، بس بشرط لا يعربوا نعت ولا اسم معطوف على نعت. لو اعربوا نعت او اسم معطوف على نعت هيكون اسم منسوب. طيب هنيجي الاخلاقيه، على قيم ايجابيه ومبادئ اخلاقيه. اخلاق اخلاقيه تمشي، بس هنا اعربها نعت المبادئ، ده اسم منسوب مش مصدر صناعي. تربيه مصدر صريح من ربة. كان في حد بعت لي امبارح سؤال على اليوتيوب بيقول لي ايه المصدر الصناعي من تربيه؟ اصلا تربيه تجيب لها مصدر صناعي ازاي يعني؟ تربيه ده مصدر صريح. ماشي؟ طيب عايز اقول فكره بس لما نحل السؤال ده كده في المصدر الصناعي. الايجابيه تمشي بس هي جايه نعت القيم. الاتكاليه اتكال اتكاليه، وهنا اعربها اقبح بالاتكاليه، فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا لان في صيغه افعل به، صيغه تعجب دي افعل به، اقبح بالاتكاليه الباء حرف جر زائد، والاتكاليه فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، يبقى دي تمشي اسم مصدر صناعي. كنت انا حليت سؤال في الاضواء قبل كده فكان كاتب قوميتنا كذا 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 وعايز المصدر الصناعي. ما كانش فيه غير قوميتنا، طب انت حافظها قوميه؟ حبيبي لما يكون الاسم مصدر الصناعي او الصريح او كده متصل بضمير، الله يبارك لك، شيل الكلمه، فك الكلمه من الضمير المتصل بيها وشوف هي ايه. فقوميتنا لو شلنا لا هتدينا قوميه، فكان هي دي المصدر الصناعي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. سامح الخلان تجني ودهم، فاز من مد الايادي منعما. سامح فعل امر مبني على المفروض مبني على السكون، بس هنا حطينا كسره تحت الحاء عشان الف الوصل اللي بعديها عدم التقاء الساكنين. والفعل ضمير مصدر تقديره انت، والخلان مفعول به. ماذا تسامح؟ تسامح الخلان الاصدقاء. تجني، تجني فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، الجزم في جواب الطلب جائز، ادي الطلب اهو امر. ماشي؟ امر او نهي. بس لو نهي يكون امر محبوب للنفس، فتجني مضارع مجزوم بحذف حرف العله، وخد بالك الجزم في جواب الطلب جائز وليس واجب. والجمله، الجمله بتاعت جواب الطلب اللي هي تجني دي اللي بتبقى مجزومه في جواب الطلب لا محل لها من الاعراب. لو عايز جمله تجني اقول له لا محل من الاعراب. ماذا تجني؟ تجني ايه؟ ودهم، ودهم مفعول به. فاز فعل ماضي مبني على الفتح، من اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، مين اللي فاز؟ من مد. ومد فعل ماضي مبني على الفتح، الايادي مفعول به، والفعل ضمير مستتر تقديره هو مد، هو الايادي والايادي مفعول به. منعم حال، ومنعم ده ايه؟ اسم فاعل، والحال دائما مشتق. عايز الفعل اللازم، خد بالك دي جت في سنتين قبل كده في امتحان رسم، الفعل اللازم اللي بيرفع فاعل فقط ولا ينصب مفعول به. المتعدي يرفع فاعل وينصب مفعول او اثنين. طيب علامته اللي انت ممكن يا اما يكون معاه مفعول به معاك في الجمله، لو معهوش تجيب له مفعول به او توصله بضمير من ضمائر النصب. كف الخطاب هاء الغيبه يا المتكلم. ماشي؟ طيب سامح المفعول به موجود معاك الخلان، تجني المفعول به ودهم، مد ما الايادي معاك، مد ايه الايادي؟ احنا عرضنا الايادي مفعول به، كل ده افعال متعديه. يبقى الفعل اللازم فاز، ده لازم. وحتى في غير سياق البيت ده مش هتعرف تجيب معاه مفعول به خالص، ولا تعرف توصله بضمير من ضمائر النصب ويديك معنى مفيد، فازه فازك فاز، مش عارف اتصل بها الغيبه ولا كاف الخطاب ولا كاف الخطاب ولا المتكلم. طيب يبقى كده الفعل اللازم فاز. تنشا نفوس الادباء شغوفه بالقراءه ولوعة بالشعر، ماذا اعراب ولوعة؟ ماشي. تنشأ فعل، تنشأ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، بتنشأ لسه بتنشأ. إيه اللي بتنشأ؟ نفوس، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. الأدباء مضاف إلينا كده زاد معرفة. شغوفة، هل دي تمشي مفعول به؟ أقول ماذا تنشأ شغوفة؟ لا. تمشي مفعول لأجله؟ لا. لماذا تنشأ شغوفة؟ لا. ولا مفعول مطلق؟ نعم. دي مش تمييز، دي حال، دي حال. والحال تسأل عنه كيف، والحال مشتق. الحال بيجي اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة مشتق. وشغوفة صيغة مبالغة على وزن فعولة، صيغة مبالغة بتيجي على وزن فعول، شغوف أي كثير الشغف. فشغوفة حال. كيف تنشأ نفوس الأدباء؟ تنشأ وهي شغوفة، عندها شغف حب، شغوفة بالقراءة. ولوعة، ولوع برضه صيغه مبالغه على وزن ايه؟ ولع ولوع فعوله. وولوع حال ثاني.
خد بالك الحال بيجي مشتق، المفعول لأجله ومفعول المطلق مصدر. وعايز ارجع لك حاجه تاني في الحال، خد بالك من الاستفهام، ما له ما لك ما لهم، لو جه بعد كلمه مفرد جمله شبه جمله حال، عشان دي جابها في امتحان الدور الثاني في اول سنه. يعني عايز جمله بعد استفهام ما له، الجمله دي جمله حال. وزي في نص غربه وحنين، ما لك ما يا ابنه اليم ما ابوك بخيل، ما له مولعا مولعا حال. ما ننساش الحته دي. فهنا حال والحال مشتق، ينفع اسال عنه بكيف. لو بقيت خبر ده مش خبر اساسا ولا تمييز، ده مش نعت. نعت الايه؟ نعت بيكون في اطباق نكره ونكره، نكره منونه زائد نكره، او معرفه زائد معرفه، وتكون بتوصف. فدي هتوصف ايه؟ دي بينت حال نشاه الايه؟ نفوس الادباء. فدي حال. التمييز ما بيكونش مشتق على فكره، التمييز بيكون جامد غالبا. عايز ولوعة حال ثاني، حال. لا يستقي علما من نبعه، من نبعه اي من مصدره عذبا، الا من استوفى من سعيه عزما. محدش هياخد يستقي، يعني ياخد العلم ويشربه من نبعه العذب الصافي، الا من سعى اليه بعزم. المحل الاعرابي لكلمة من الواردة في الشطر الثاني، خد بالك، لا يستقي علما من نبعه عذبا الا من استوفى، ده اسلوب استثناء. فلازم تحدد الاول يا ترى هو مثبت فهيكون تام، التام دائما والمثبت دائما تام، ولا منفي. خد بالك مش اداه نفي بس، ادوات النفي او ادوات الاستفهام او لا الناهيه بنعتبره منفي. ماشي؟ طيب عايز اعرف تام منفي ولا ده في نفي ناقص منفي، أشيل أداة النفي وأداة الاستثناء، أشيل لو إلا، وأقرأ الجملة، إدتني معنى مفيد أكتب، يبقى ناقص منفي، إدتني معنى غير مفيد يبقى تام منفي، والتام المنفي هيعرب يا بدل يا مستثنى منصوب، الناقص المنفي المستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة. يلا نشيل لو إلا ونقرأ. يستقي علما من نبعه عذبا، عذبا من استوفى من سعيه عزما، المعنى مفيد، يستقي علما من نبعه عذبا، من استوفى الذي استوفى من سعيه عزما. جميل. اذا من تعرب حسب موقعها في الجمله. يستقي ده فعل. بيستقي ايه؟ بيستقي علما، علما مفعول به. طب فين الفاعل؟ مين بقى اللي بيستقي؟ من استوفى. يبقى من اسم موصول في محل رفع فاعل للفعل يستقي. اللي بيستقي من استوفى. يبقى من في محل رفع فاعل. سهله كده؟ خدوا بالكم في فكره تانية حليناها في بيان اللي هو الشامل بكره التالي الكبير، وحليناها في ليله الامتحان اللي معانا، ان ممكن يجيب لك فعل زي كده ويجيب لك خلا وبعدها كلمه منصوبه او مجروره. طب ما انت كده تمشي اهو عادي، خلا بعدها منصوب او مجرور مفعول به او اسم مجرور، وتكون غلط. ليه؟ ساعتها هتجد الفعل مفعول، الفاعل بتاعه ما جاش، فبتختار بقى في الاختيار الثاني يجيب لك الا وبعديها الفاعل صح. هديك مثال، لا يحفظ القصائد خلا اولي، اولي العزم، اكتب كده، لا يحفظ القصائد خلا اولي العزم. اكتبها لك الفكره دي لعلها تاتي، ركز معايا علشان انا خايف دي تيجي. لما يقول لك لا يحفظ القصائد، ماشي؟ واضحه كده يا جماعه معاكم؟ واضحه؟ اه واضحه. يقول لك بقى يا ترى نقول خلا اولي العزم ينفع ولا إلا أولو العزم؟ ويجيب لك اختيارين تانيين. أولو ما هو على حسب خلا وعدا، بيجي بعدها فاعل أو بيجي بعدها مفعول به أو اسم مجرور، فقولي صح، صح جاي بعد خلا.
طب ولا بس الا اقول له فعل انا بقى ابص للجمله ويجيب لك اختيارين تانيين. هنا لو انا اخترت خلا اولي وقلت لا يحفظ القصائد خلا اولي خلا اولي العزم، ماشي، حطيت هنا كلمه العزم خلا اولي العزم، جميل، اقول لك سيادتك فين الفاعل؟ لو اخترت لا يحفظ القصائد خلا اولي العزم، الجمله يا حبيبي لازم معناها يتم، اركانها تتم، الفعليه فعل وفاعل، في الاسميه مبتدا وخبر. اللي حضر معانا لايف النحو امبارح، احنا في الامتحانات الرسميه لما كان جاب في الامتحان التجريبي وكان كاتب ببالغ من العلم نصفه، واخترنا نصفه مفعول به لان اسم الفاعل بالغ، ارجع ليها شوف الفيديو، ماشي، هيعمل عمل فعل يبلغ وكان مفعوله ما جاش، كان لازم مفعوله يجي الاول، كان ساعتها كان اختيارها مش بدل نصف، مع ان نصفه دي دايما نختارها بدل بعض من كل. فهنا لو اخترت قال اولي العزم وجاي بعدها مجرور او منصوب صح اهو، هقول لك فين الفاعل، فما تنفعش، الفاعل ما جاش كده، يبقى الجمله ناقصه، يبقى الاختيار الصح ساعتها ايه؟ الا اولو العزم، عشان هي دي جايه فيها الفاعل، صح، ايه؟ اسلوب ناقص منفي. اتمنى ان احنا بنكون بنراجع بجد افكار صح يعني. ومعنى خلا يبقى في الجمله دي؟ لا، كاسلوب استثناء عادي بمعنى الا. تمام. بس هي غلط. هي بمعنى طيب. الا عادي ايه؟ بس لما تاخدها الجمله الفاعل ما جاش يعني، غلط. يعني حرف مش فعل، تمشي حرف وتمشي فعل، لو مش مسبوقه بما المصدريه، مسبوقه بما المصدريه تبقى فعل ما بعدها مفعول به، مش مسبوقه تبقى حرف جر ما بعدها اسم مجرور او فعل ما بعدها مفعول عادي، ماشي، هي ما جاب، بس فين الفاعل لو اخترتها ما جاش، هي دي الفكره. ايوه تمام، ماشي، فخد بالك ان ممكن يجيب لك افكار زي كده. قال الشاعر: أمران في دنيا الورى ضداني، سعد دقائق والأسى عمان. عايز أعرب كلمة سعد. طيب تعالى كده بقى سيادتك للحتة دي، أمران مبتدأ صح، في دنيا حرف جر ودنيا اسم مجرور بالكسر المقدرة عشان اسم مكسور، والورى مضاف إليه نكر زائد معرفة. أمران في دنيا الورى مالهم ضدان، ضدان خبر، واضحة كده، مش الضدان هنا بدأ يفصلهم، سعد دقائق والأسى عمان، مش حتى دي علاقتها كده تفصيل بعد إجمال. خد بالك بقى لما يجيب لك تفصيل بعد إجمال، الجزء الأول بدل بعض من كل، ودي الحالة الوحيدة اللي بنستغني فيها عن الضمير الرابط في البدل البعض من كل، لما يجيب تفصيل بعد إجمال وعايز إعراب الجزء الأول من التفصيل، الجزء الأول بس بدل، فسعد بدل ضدان خبر مرفوع، فسعد بدل مرفوع، وصلت الفكرة دي كده؟ طيب. قال الشاعر عن والديه: كانوا أرق من النسيم لطافة وجميل أفعال وأعذب منطقا. ميز من مالي سبب نصب كلمة لطافة، كانوا، وهو الجماعة اسم كانوا، مين اللي كانوا، تسأل عن اسم كانوا، مين اللي كان أو إيه اللي كان، مين اللي كانوا، الناس دي اللي بتعتبر وهو الجماعة. الخبر ماله مالهم، كانوا مالهم أرق، فأرق خبر كان منصوب، حلينا واحدة زيها امبارح في الامتحانات الرسمية، فأرق دي مش فعل، ده اسم، وخبر كان منصوب بالفتح، وأرق اسم تفضيل خالي من قالوا الإضافة، عشان كده يلزم الإيه، يلزم التذكير والتأنيث، من النسيم جر ومجرور. احنا قلنا النكرة بعد اسم التفضيل لها حالتين، يا إما تكون مضاف إليه، يا إما تكون تمييز. طبعاً هنا مش جايب لك مضاف إليه فهي تمييز. طب رجعناها امبارح وهقولها لك تاني النهاردة عشان الناس اللي ما سمعتش امبارح زي بعض. النكرة اللي جاية بعد اسم التفضيل لو مفضل عليه، طب أعرف إزاي مفضل عليه؟ تقارنها بما قبلهم، هل اللطافة هتتقارن بالناس دي؟ لا. لو مفضل عليه تعربها مضاف إليه، زي محمد أفضل رجل. رجل يقارن بمحمد مع ان رجل نكره، فرجل دي مضاف اليه، ده المفضل عليه. اما لو وجه التفضيل، اعرف ازاي ان وجه التفضيل مش هتقارن بالمفضل، هتكون تمييز، ولطافه دي وجه التفضيل فهي تمييز، خلاص، دي النكره بعد اسم التفضيل. وخد تاني بقى النكره بعد اسلوب التعجب، زي ما اجمل السماء منظرا، منظرا تمييز، والنكره المنصوبه بعد اسم التفضيل، النكره المنصوبه بعد ايه، اسم اسلوب التعجب، النكره المنصوبه بعد الفعل كفى وزاد وطاب،
ماشي، زي يقول رب زدني ايه، لا زاد بمعنى اعطى، رب زدني علما، دي بتنصب مفعولين، اسف، ازداد، ازداد الجو حر، نكره المنصوبه بعد الفعل ازداد، والفعل طاب وساء وامتلأ وكفى، ماشي. طيب والنكره المنصوبه بعد اسم التفضيل، النكره المنصوبه بعد اسلوب التعجب، تمييز، ادي تمييز. اعلل النفس بالامال، انا بعلل نفسي بالامال، بقول لها يعني اه بكره ان شاء الله يكون احسن. اعلل ده فعل مضارع مرفوع بالضمه، والفعل ضمير مصيغه تقديره انا، النفس مفعول به، ماذا اعلل؟ اعلل النفس بالامال، جر ومجرور. ارقبها فعل مضارع برضه، هو قدامه نصب او جزم؟ لا، مفيش اداه نصب ولا اداه جزم. وقع جواب للطلب عشان يتجزم في جواب الطلب؟ لا، والجزم في جواب الطلب جائز، بس هو مش مجزوم في جواب الطلب، هو مش جواب لاعلل، زي ذاكر تنجح مثلا، ما هو جواب الطلب نتيجه، علاقته بمقابله نتيجه، لا. يبقى أرقبها فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. ما أهون البذل على النفس السخية، ما دي تعجبية، ده أسلوب تعجب، وتعرب مبتدأ، نكرة مبنية في محل رفع مبتدأ. أهون فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والفعل مستتر وجوبا في صيغة ما أفعله، والبذل مفعول به، المتعجب منه في صيغة ما أفعله مفعول به، والمتعجب بصيغه افعل به فاعل مجرور لفظا مرفوع محل، على النفس جر ومجرور، السخيه نعت للنفس. عايز اعراب البذل، ده المتعجب منه فاعرابه مفعول به. خد بالك في المفعول به في اسلوب الاختصاص، في اسلوب الاغراء والتحذير، ماشي، ذاكرهم كده، ده له علاقه بالمفعول به، وفي اسلوب التعجب في صيغه ما افعل، في صيغه ما افعل. اختار صديقا صالحا فمرآة كل امرئ من يصادقه، ميز نوع الخبر، جميل. اختار فعل امر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره انت صديقا مفعول به، صالحا نعت لصديقا. لماذا اختار صديقا صالحا فمرآة؟ جمله جديده، مرآة مبتدا، فمرآة كل امرئ، فمرآة كل امرئ من يصادقه. ماشي؟ طيب، فمرآة مبتدأ. مرآة مين؟ مرآة كل امرئ. مرآة كل امرئ، فكل مضاف إليه وامرئ مضاف إليه ثاني. مالها؟ مرآة كل امرئ من الذين يصادقون. اللي احنا لو اخدنا الصديق ايه؟ مرآة صديق. فمن اسم موصول مبني في محل رفع خبر. طب كده نوع الخبر ايه؟ يصادقهم، دي جمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب. يبقى هنا الخبر مفرد. ايه بقى الخبر المفرد؟ ان يجي الخبر كلمه واحده اسم ليس بها ضمير يعود على المبتدا. ماشي؟ سواء بقى اسم موصول، اسم اشاره، او اسم ظاهر عادي. ما فيهاش ضمير يعود على المبتدا. طب خبر الجمله الاسميه يبدا باسم به ضمير يعود على المبتدا. أو يبدأ بضمير منفصل، هو، أنت، نحن، دي بتعرب مبتدأ فهتكون مبتدأ ثاني. أو يبدأ الخبر بجر ومجرور أو ظرف في ضمير يعود على المبتدأ. ساعتها الجر شبه الجملة ده يكون خبر مقدم لمبتدأ مؤخر. طب خبر شبه الجملة يبدأ بجر ومجرور أو ظرف ما فيهمش ضمير يعود على المبتدأ. ممكن يكون فيهم ضمير بس ما يعودش على المبتدأ. يعني لما أقول لك كده السماء فوقك، ما هو الظرف فيه ضمير. بس الكاف ما بتقعدش على السماء. فده ده خبر شبه جملة. لكن لما أقول لك السماء تحتها أرض، تحت دي فيها الهاء عايدة على السماء. أه يبقى ده خبر جملة اسمية، تحتها شبه جملة خبر مقدم، وأرض مبتدأ مؤخر، وجملة تحتها أرض في محل رفع خبر المبتدأ. خد بالك من الحتة دي كويس. خد بالك من الحتة دي كويس، الله يبارك لك علشان لو جابها لك وتعالى خدها معايا. يعني لما يجيبها لك كده الله يبارك لك اهو. لو قال لك السماء تحتها ارض، انت سيادتك حافظ صح؟ هتقول لي بدا الخبر بظرف او جر ومجرور، يبقى الخبر شبه جمله تحتها ظرف يا استاذ. اقول لك اصبر، تحتها دي مش بدا بظرف في ضمير يعود على المبتدا الهاء ده عايد على السماء؟ اه لا اهدى كده، ده خبر جمله اسميه.
تحتها ده خبر مقدم للمبتدأ المؤخر أرض. أو يجي أقول لك كده هنا ماشي، العلم له فضل علينا. العلم ماله له فضل، آه يا أستاذ أهو له فضل، يبقى خبر شبه جملة بدأ بحرف الجر اللام. أقول لك طيب شوف الأول الجر والمجرور ده أو الظرف، في ضمير، الضمير اللي في اللام دي عايد على مين؟ عايد على العلم. آه لا خبر جملة اسمية، له جر ومجرور خبر، آه بس خبر مقدم للمبتدأ المؤخر فضل، وجملة له فضل على بعضيها في محل رفع خبر الإيه؟ المبتدأ الأول. فهنا الخبر جملة اسمية وهنا الخبر جملة اسمية. عكس بقى لما أقول لك إيه بقى ماشي، السماء تحتك، السماء فوقك، بدأ بظرف في ضمير بس الضمير مش عايد على المبتدأ، آه يبقى خبر شبه جملة. العلم لك، الكاف مش عايدة على العلم يبقى خبر شبه جملة. أتمنى تكون النقطة دي كده وصلت باستفاضة، لأن أنا دايما يعني أنا دلوقتي براجع لك كده علشان كل حاجة يعني يحتمل يجيبها لك. طيب أنا عايز برضو في نوع الخبر هنا كنت هجيب حاجة كده سيادتك برضو بالمرة كده، يلا ليس تعال هنا، شفتها طبعا كده، ليس الجهل بنافع. يلا وهيجي يسألك كده في الامتحان سيادتك، الله يبارك لك اوعى تروح وراه على طول، كيف ليس الجهل بنافع دي؟ اه يقول لك نوع الخبر ايه يا استاذ؟ مش البحر في جر، اه خبر شبه جملة يا أستاذ على طول، مفرد. طيب سيادتك مش الباء مع ليس مع خبر ليس حرف جر زائد؟ اه حرف الجر الزائد والشبيب الزائد مالوش شعب خبر شبه الجملة سيادتك. مش نافع دي خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا؟ اه يبقى هنا الخبر مفرد، الله يبارك لك، في حرف الجر الزائد ابعد عن الخبر شبه الجملة، تمام دي؟ بدأ الخبر بفعل يبقى خبر جملة فعلية. أظن كده احنا استوفينا النقطة دي في أنواع الخبر، لأن جبت تسأل عنها في كذا امتحان رسم، ما اضمنش بقى المرة دي هيجيبها بإيه. طيب يبقى هنا الخبر من، الاسم الموصول بمعنى الذين ونوعه مفرد. يسر المرأة ما يحيا رجال يبثون السكينة في القلوب، نوع ما عندك ما على القناة لو مش فاهمها، تعجبية والمصدرية ما اسم وما حرف. هنا قال أداة شرط بتجزم فعل لا ومش نافية للفعل، مش بمعنى لا ولا اسم موصول. يسر المرأة الذي يحيا رجال، لا هنا مدة الحياة مصدرية ظرفية بمعنى مدة كذا، مدة الحياة مدة العلم مدة. زي ما دام مدة الدوام ماشي. طيب يبقى ما يحيا مصدرية ظرفية بمعنى تؤول بمعنى يسر المرأة مدة ماشي حياتي حياتي رجال ماشي. يسر المرأة رجال، اعرض الامتحان، يسر رجال المرأة مدة حياته، فدي مصدرية ظرفية. ايه اعرض الامتحان بجوان، يبقى يسر المرأة ما يحيا دي مصدرية ظرفية، دي مش نافية للفعل ولا اسم موصول بمعنى اللازم، ما ينفعش اشيلها واحط اللازم، ولا أداة شرط حتى بالاستبعاد اهو ما بتجزمش فعلين، فدي مصدرية ظرفية. وفي مدامة مصدرية ظرفية، عشان تجاب مدامة دي في امتحان مش عارف تجريبي او لا رسم سهل. ايه المصدرية الظرفية؟ تشيلها وتقول مدة كذا. وفي المصدرية بس زي اعجبني ما صنعت، يبقى اعجبني صنعك ماشي. وفي الموصولة اللي بتيجي بمعنى الذي، وفي طبعا التعجبية بتاعتنا. سعيا الى لي المنى جد الفتى، دي جدة من الجديه، جدة فعل ماضي والفتى فاعل. النكره المنصوبه الله يبارك لك في اول الكلام لما بتكون مصدر مش حال، لو حال لو مشتق ممكن ندور على الحال، لو النكره المنصوبه دي مشتق دور على اعرابها ممكن يبقى حال، لو مصدر يا اما مفعول لاجله يا اما مفعول مطلق. مفعول مطلق لو بتؤكد الفعل اللي بعديها جاي من فعلها اللي بعديها، مفعول لأجلي لو بتوضح سبب،
وجابها في الامتحان التجريبي وجابها في كذا امتحان، خد بالك. فسعيا ده مصدر نكره منصوبه. طب اسال كده على الفعل، لماذا جد الفتى سعيا الى لين المنى؟ وضحت السبب فعلا. يبقى ده مفعول لاجله مقدم، مفعول لاجله مقدم. استحاله تكون حال لان سعيا مصدر والحال مشتق ومش مفعول به، ما بتوضحش السبب. ما المفعول به ممكن يجي مقدم بس اقول لماذا ما جد ايه، ماذا جد اللي هو سؤال مفعول به هنا، لا سعيا وضحت سبب الجديه، سعيا الى نيل المنى، فدي مفعول لاجله دي. خلاص احنا كده في النهايات اهو. متى جئت الى متخاصمين فسعيت في الصلح بينهم فما فعلته نعم الصنيع. جميله الفكره دي، جميله، ركز فيها. انا شرحت زيها امبارح في اللايف بتاع النحو وانا خايف منها، وكويس ان هي جت عشان لو جت تاني بفكرن جواب الشرط في فاعل الجزاء. الله يبارك لك. متى أداة شرط؟ جئت فعل ماضي مبنى على الفتح في محل جزم إلى متخاصم، بس الجملة نفسها ملاش محل، هو الفعل اللي في محل جزم، لكن جملة جئت ده ملاش محل. إلى متخاصمين، متخاصمين اسم مجرور بالياء لأنه مسند. فسعيت، يا ترى دي بقى فاعل جزاء؟ لا دي فاعل عاطفة، دي فعل ماضي. جئت فسعيت، فعاطفة وسعيت فعل ماضي مبنى على السكون والتأتأة الفاعل في الصلح. يعني جئت لاثنين متخاصمين وسعيت في الصلح ما بينهم فما فعلته، دي بقى جواب الشرط، دي النتيجه. نعم الصنيع، جميل. ما دي يا بقى؟ يا ترى انت حافظ من السته اللي بيقترن بيهم جواب الشرط فعل جزاء بجواب الشرط، ما النافيه؟ بالله عليك دي نافيه؟ لا. ماشي؟ طيب اذا من يذاكر فما، لا يعني اجيبها لك مثلا في فعل مثلا فلن يندم، اللي هي جمله فعليه منفيه بلن وما، من يذاكر فلن يندم. لكن ممكن نجيبها من ذاكر فما ندم، اللي هي نفت الندم عنه، لكن دي مش نافيه، ده دي موصوله. طيب تعالى كده، فما فعلته نعم الصنيع، مش نعمه دي اسلوب مدح؟ والصنيع ماشي، ده الفاعل بتاع معرف بقال. طب انا بمدح في ايه؟ فنعم الصنيع ما فعلته، بمدح في ما فعلته. وقد يقدم المخصوص على نعمه وبئس ويعرب مبتدا بس، فهنا ما مبتدا، اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا باسلوب المدح والذم، وايه ده المخصوص بالمدح مقدم. يبقى كده السبب جمله اسميه، جمله ايه؟ اسميه. او يجيبها لك في اسلوب التعجب في صيغه ما افعله، يعني اديك المثال ده كده، ده كده، ونيجي نكتب مكانها واحد خاصم صالح ما بين اثنين، اروح اقول لك ايه؟ فما ماشي، متى سعيت الى الصلح بين اثنين فما اعظم ما فعلته. انا كده عرضتها ايه؟ فما اعظم ما فعلته، يقول لك سبب اقتران جواب الشرط. متى سعيت الى اثنين متخاصمين ماشي، متى جئت الى اثنين متخاصمين فسعيت بينهما بالصلح فما اعظم، دي جواب الشرط. دي ما التعجبية بصيغة ما أفعل وبتعرب مبتدا، يبقى السبب جملة اسمية برضو. وصلت كده؟ يبقى نختار السبب جملة اسمية مش منفية، دي مش منافية ولا مبدوء السين ولا جامد. طيب نالا، طيب لو دخلت على صيغة أفعل به، اسلوب التعجب بقى مش ما أفعل، أفعل به، يعني فأعظم بفعلك. يعني لو قلنا كده، متى جئت إلى متخاصمين فسعيت في الصلح بينهم فأعظم بفعلك، دخلت على فعل التعجب على طول. فعل التعجب جامد، فتختار لي مبدوء بجامد. فعل التعجب لو دخلت على الفعل نفسه، مش دخلت على ما تعجبية أو ما اللي هنا تعرب مبتدأ اللي هو المخصوص بالمدح. ماشي؟ نال ذو البصيرة من العلماء إجلالا وتقديرا، عايز أسلوب اختصاص. الاسم المختص بيجي بعد ضمير المخاطب او المتكلم، وبيعرب مفعول به الفعل محذوف تقديره اخص او اعني، له ثلاث صور.
مش اي حاجه بتيجي بعد ضمير المتكلم او المخاطب. يجي في الف ولام يا مضاف لمعرفه، يعني نكره جايه مضافه لمعرفه، يا ايها وايتها بعد الضمير المخاطب او المتكلم، لان ايتها مش بعد ضمير هتعرب ايه؟ هتعرب منادى. بعد ضمير المتكلم او المخاطب اسمه باختصار. طب تعالى كنتم، ادي ضمير مخاطب اللي جاي في كنتم، اسم كنتم زوي بصيره، هو نكره بس اضافها لنكره ما تنفعش، لازم تضاف لمعرفه. نخص بالاجلال والتعظيم علماء، هنا ما فيش خالص. ايها، ايها مش جايه بعد ضمير، هنا ايها منادى. طيب انكم ماشي، ضمير المخاطب كفي الخطاب. ذوي البصيره نكره مضافه لمعرفه، ايه من العلماء محل انكم، محل محله دي اسم انكم، وضميركم ده الضميركم اسف اسم انكم، ومحل خبر انكم مرفوع. ذوي مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص، اصل الكلام انكم اخص ذوي البصيره من العلماء محل اجلال، هي دي وجايه مضافه المعرفه، فده اسلوب الاختصاص، ناخد بالنا منه كويس. ايتها الطالبتان لا تقللا من عزيمتكما لتكونا الاعلى منزلا. عايز صوب الخطا في العباره، لتكونا الاعلى هو بيخاطب مثنى، ايتها الطالبتان مثنى مؤنث، لتكون الاعلى ده اسم التفضيل، هنا الاعلى معرف بال، واسم التفضيل لما تبقى حالته معرف بال حكمه يجب ان يطابق ما قبله في النوع والعدد، والاعلى مذكر، هو بيخاطب ايه؟ مؤنث. ده كمان مش مؤنث، ده مثنى، وانا جايب لي الاعلى مفرد مذكر، لا لازم تتحول لمثنى مؤنث. طب المثنى بتاع الاعلى ايه كاسم مقصور العليا؟ لازم اجيب العليا، احول بقى العليا لمثنى كاسم مقصور. خد بالك هتبقى ايه في اعرابها، خبر تكون الف الاثنين اسم تكون، وخبر تكون منصوب. طب العليا كاسم مقصور هقلب الالف ياء لانه غير ثلاثي، وزود الف ونون في الرفع وياء ونون في النصب، هنا المنصوبه تبقى العليا ياين اللي هي في جيم. وصلت؟ والله يبارك لك. قبل ما تحول الاعلى وتجيب المثنى المؤنث، هات المؤنث بتاع الاعلى الاول العليا، وسني بقى ايه العليا عادي ماشي، لان ما تجيبها ليش هي فيها تاء مربوطه، التاء المربوطه دي لو اخرها ايه، لو اخرها تاء، التاء المفتوحه دي في المثنى للمؤنث اللي اخره تاء مربوطه زي العاليه الراقيه، اما الرقيه رقيتان ورقيتين، اما الراقيه راقيتان ورقيتين، نفرق ما بينهم. طيب يبقى العليا يين جيم، متعاونان على الخير يريانك يساعدانك. اربط اداه شرط جازمه في كلمه متعاونان، عاوز اداه شرط جازمه قبل كلمه متعاونان، يعني عايز اداه الشرط يجي لك بعديها كلمه متعاونين. ايه اداه الشرط اللي بيجي بعدها؟ اسم اي، احفظها كده عشان الفكره دي جت في نموذج السيرشات، مفيش غير اي، لان اي لازم يجي بعدها في ايه؟ مضاف اليه بعد كده فعل الشرط. اما اي اداه شرط بيجي بعدها فعل الشرط مباشره، فلازم تجيب اي. جميل؟ ومتعاونين دي هتكون مضاف اليه. هتبقى اي متعاونين على الخير يرياء، هتحذف ده من افعال الخمسه متصل بالف الاثنين، هتحذف النون تبقى يرياك يرياك. هيعملوا ايه؟ يساعدك. طيب نكتبها مع بعض كده نرجع نشوف. يلا هتبقى كده، تبقى اي اي، لازم اجيب اي عشان هي الوحيده اللي يجي بعدها اسم. طب متعاونين الاسم بعد اي مضاف اليه تبقى متعاونين، المثنى يرفع بالالف تبقى متعاونان، وينصب ويجر بالياء تبقى متعاونين، كان متعاونين مضاف اليه. طيب اي متعاونين يراياك، مش يريانك، يراياك. اسف بقى كده، يراياك احذف، هيبقى مضارع مجزوم بحذف النون. هيعملوا ايه؟ يساعدك، مش يساعدانك، احذف برضو ايه النون، يعني دي من الافعال الخمسه، كل فعل اتصل بواو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه المؤنثه، فده متصل بالف الاثنين. اي متعاونين
يرياك يساعدك. وضحت كده؟ هتبقى كده اي متعاونان يرياك يساعدك. نروح للتعبير كده، احنا بنختم التعبير الاختياري، ونروح بقى نكتب بقى الكلمة الافتتاحية وندي فيها الختام. خلاص على كده بنختم. انا عارف انا طولت بس دي مراجعة نهائية. خلاص، تعتبر شبكة الطرق من اهم مقومات، من اهم المقومات التي تعنى بها الدول، لانها بمثابة، بسم الله، لأنها بمثابة الشرايين التي تمر من خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والصناعية التي تعزز مسيرة الاقتصاد. شبكة الطرق لها الدول بتعتني بيها عشان لها دور في التجارة وإيه؟ والصناعة. طيب قول لي بقى، خد بالك عشان دي حلناها كتير، خاصة اللي معانا اللي حلوا معانا ليلة الامتحان. حدد بميال التفصيل التي يقدر بها الكاتب حذفها، التي يقدر بالكاتب حذفها لتكون كتابته وثيقة الصلة ما بين الفرق. في واحدة هنا ملهاش علاقة بأن الطرق لها أهمية في النشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية والتنمية، هي دي اللي هنحذفها عشان الباقي كله صلة بالموضوع. طيب، إن مشاريع بناء الطرق تحتل الخيار الأول في برامج مشاريع التنمية. لا، ليها علاقة، صح، بناء الطرق لها علاقة بمشاريع التنمية، ما هو ده اللي ذكره. أولت مصر قطاع النقل اهتماما بالغا وأنجزت شبكة من الطرق العصيرة التي بلغت آلاف الأميال كي تدعم مدنها، دعم المدن والمحافظات عشان التنمية لا علاقة وبتعتني بيها. أولت مصر اهتمام الدول اعتنت بيها، هي تعتبر شبكة طرق من أهم المقومات التي تعنى بها الدول، لأنها بمثابة الشرايين التي تمر من خلالها سلسلة، أي تدعم مدنها ومحافظة، بس سلسلة النشاطات تمر على المدن والمحافظات لا علاقة. بيوفر قطاع النقل تأمين حركة نقل الركاب والبضائع، برضو قطاع النقل وحركة بينقل الركاب وبينقل البضائع بين المدن والمحافظات، وتلعب الطرق دورا رائدا في دفع حركة التقدم، واضحة جدا لا علاقة الطرق ودورها في التنمية والتجارة. إن شبكة الطرق حينما تخضع لمراقبة دقيقة وواعية تحقق السلامة عبر الطرق السريعة المنتشرة في ربوعنا المترامية. دي ما جابش بقى سيرة إن الدول بتعتني بالطرق، وما جابش سيرة علاقة الطرق بالإيه؟ بالتنمية والتجارة خالص، فدال هي اللي تتحذف، الوحيدة اللي ملهاش علاقة باللي فات. طيب، بيقول لي السم الأبيض، ملح المائدة، الملح اللي بتحطه على الطعام ده سم، احذره فلا فائدة منه، يرفع الضغط ويشعر بالعطش وقد يتسبب في أمراض القلب والوفاة. ملح الطعام إضافة لا غنى عنها في نظامنا الغذائي. راح في الثانية قال لك لا، ده ملح الطعام ده مهم، فهو مهم للحفاظ على توازن المعادن والسوائل، فكل خلية في أجسامنا تحتاج إليه للحفاظ على كثافة العظام وإرسال النبضات العصبية وانتظام الدورة الدموية. النموذج الأمثل، هل ده سبب واللي بعده نتيجة مترتبة عليه؟ لا. هل ده ذكر لك مشكلة وذكر لك في الفقرة الثانية حل؟ لا. هل تفصيل بعد إجمال؟ لا. طب يعني زعم وتفنيد؟ زعم يعني كلام خطأ، معلومات خطأ، ثم التفنيد يرد على هذا الخطأ في الفقرة الأولى بدليل. ففعلا هو الفقرة الثانية بتخطئ الأولى، يبقى الأولى زعم والثانية تفنيد، هي دي العلاقة الصحيحة. وفي حاجة اسمها ظاهرة وتفسير، يجيب لك حاجة بتحدث باستمرار ثم يذكر لها في الثانية تفسير علمي. طيب، خد بالك بقى، بيقول لك اكتب كلمة افتتاحية لندوة. وصلنا لها بقى ازاي نكتب الكلمة الافتتاحية، وبعدين ندي بعدها الكلمة الايه؟ الختامية. تهدف إلى ترغيب الشباب في المشاركة بحملة تطوعية للتشجير، بحملة تطوعية للايه؟ للتشجير. ماشي يا جماعة؟ بعنوان فلنجعل حياتنا خضراء. طبعا عرفنا 80 كلمة، بنعرف بالندوة والغرض منها والجمهور والتعريب المتحدثين والعبارات الترحيبية، يثير اهتمام الجمهور ومتابعة الندوة، يشمل ذلك استشهادات أو أقوال مقصورة أو أقوال، يعني مش لازم إيه الاثنين مع بعض، واحدة منهم. طيب، إحنا قلنا اللي حضر معنا اللايف امبارح بتاع النحو، لأن إحنا بعديه خلصنا التعبير الاختياري والمقالي، قلنا في حاجات ثابتة هنكتبها. جميل؟ هنبدأ كده بالعبارة الترحيبية الآتية، هتقول لي كده دي حاجات ثابتة تحفظها، الله يبارك لك.
ماشي اهو واضحه معاك كده، تقول له الحضور الساده، اي معلش نكتب كده الساده الحضور، كلمهم الساده الحضور الكرام. السادة الحضور الكرام أصلا، جيب بقى رحب لي بالناس دي، عايز تقول له تحية إجلال وتقدير لكم فمرحبا بكم ماشي، عايز تقول مرحبا بكم على طول ماشي. طب أنا عايز أزود كلام علشان التمانين كلمة، هتقول له كده السادة الحضور الكرام تحية إجلال، احفظ العبارة الترحيبية دي، وتقدير لكم فاصلة، ما يبقى الفصلات من الجمل، مرحبا بكم في ندواتنا، ماشي طيب، التي عنوانها بقى العنوان اللي هو مديهولك، لو مديك عنوان كده فلنجعل، كله شايف طبعا الكتابة صح؟ اه كله شايف الكتابة، فلنجعل حياتنا ماشي خضراء. يبقى انا كده بدأت بالترحيب بالحاضرين، ابدأ بقى كده السادة الحضور الكرام دي احفظها، تحياتي إجلال وتقدير لكم فصلا مرحبا بكم، انا نسيت قلت هنا احط كلمه بكم، حط هنا بكم، مرحبا بكم في ندوتنا التي عنوانها فلنجعل حياتنا خضراء. طيب بعد كده انا رحبت، اروح للجمهور المستهدف، يبقى كده العبارات الترحيبيه ورحبت بالساده الحاضرين، الجمهور المستهدف اللي هم مين؟ شباب مصر، شباب مصر، او شبابنا، شباب مصر كده، بس عشان ايه عايز احذف الكلام ده كده، بس كده شباب مصر بعد المنادى يا حبيبي فصل، عندك علامات الترقيب لان دي منادى، ادي بقى كلمه للشباب، انتم امل الامه، عادي عايز تحط نقدم لكم ندوتنا لنبين لكم على طول ماشي ماشي، انتم امل مصر فاصله ومحط امالها، انتم الامل ومحط الامال، ينفع اقول شباب مصر نقدم لكم ندوتنا على طول؟ اه ما انا هفصل لك دلوقتي واقول لك الجمل الاساسيه ماشي، فاصله منقوطه ماشي، عشان انا هجيب السبب بقى لتقديم الندوه، فاصله منقوطه، نقدم لكم هذه الندوة لنبين دوركم المهم، وانا عايز دورهم هم في التشجير ماشي، في التشجير بلدنا، ليه هنشجر؟ لنجعلها خضراء، يبقى فصلة منقوطة تاني، لنجعلها خضراء، جميل طيب انا كده خلصت دي نقطه، اروح بقى اتكلم ايه على الحضور اللي هم هيتكلموا المتحدثين، هتعرف بالمتحدثين، ويحاضرنا، احفظ الحاجات دي السهله البسيطه، الله يبارك لك ما تروحش للحاجات الايه الصعب، ويحاضرنا في هذه الندوة، عرف بيهم، شوف المجال ايه وتقول اساتذة كذا وخبراء كذا، قول لي بقى كلمة صفوة، حط له كلمة صفوة، صفوة من اساتذة
ده تشجير، يبقى كلية الزراعة، أساتذة كلية الزراعة. عايز تقول معاه خبراء البيئة عشان تزود، ماشي. أساتذة كلية الإيه؟ الزراعة. خلاص كده؟ ليعرفون فصل، هتجيب بقى إيه؟ دول هيتكلموا في إيه يعني؟ هات لهم كلمة. يعرفون بقى اللي هو الموضوع اللي أنت عارفه، اللي أنت كتبته فوق اللي هو أهمية الندوة. طيب. فين الفصل؟ أنا اللي عينيا بدأت تتعب والله. فصل. ماشي؟ ليعرفون أو ليبينوا لنا كيفية وأهمية، إزاي هنشجر والأهمية، وأهمية التشجير. ده بقى بعمل حاجة البلدي بقى، يبقى كلمتين على مصر كده يعني، اللي هو الاستشهاد. هجيب الاستشهاد، أي بيت شعر على مصر. طب حديث عن التشجير، إذا قامت القيامة في أحدكم فسيلة فليغرسها. ماشي؟ أي حديث عن التشجير أنت حافظ، وبيت شعر على مصر كده. هتقول إيه؟ دعت مصر، مصر بقى بتدعو شبابها، احفظ ده. دعت مصر فلبينا كرامة، ومصر لنا. أوضحها لك دي كلها، حاضر دلوقتي. ومصر لنا فلا ندع الزمام. هو بس بيت الشعر ده، دي كده المفروض ايه؟ ممكن نصور كده عشان نجيبها. هي يا جماعة، أنا بدأت إيه؟ خلاص؟ بدأت أهو. السادة الحضور الكرام، دي تحفظها اسطمبة كده. الكلمة الافتتاحية. فاصلة، تحية إجلال وتقدير، فاصلة. لكم. بعد كده أقول مرحبا بكم، دي بكم أه. ماشي؟ مرحبا إيه؟ بكم. خلاص، مرحبا بكم في ندوتنا، ترحب بهم في ندوتنا، عنوانها كذا، تحط العنوان. بعد كده روح للجمهور المستهدف ايا كان، شباب مصر، ابناء الوطن، العاملين في قطاع كذا، شوفوا عايز يخاطب مين. انت قول كلمتين عليهم، انتم امل مصر، انتم كذا، ومحط املها. المهم ان شباب مصر نقدم لكم ندوتنا لنبين دوركم المهم. وبعد كده تروح للمتحدثين، يحاضرنا في هذه الندوة صفوة من أساتذة كذا، من خبراء كذا. بعد كده بيت شعر أو حديث أو الاثنين مع بعض عادي، ولو معاك قول مقصور واختم. بس ابدأ بس الإيه؟ بالطريقة دي، الله يبارك لك. طيب، لو عايز بص بقى، لو هو عايز كلمة ختامية، تعالى كده بقى عشان اكتب لك كلمة ختامية. لو نفترض دي، نفترض دي كده يا جماعة، دي كلمة ختامية، قال لك اكتب كلمة ختامية مش افتتاحية. في كلمة ختامية في ندوة كانت تهدف إلى ترغيب الشباب في المشاركة، شاكرا فيها الحضور، الكلمة الختامية تشكر فيها الحضور،
مبينا ما تم التحدث فيه والمتحدثين، تشكر الحضور، هتشكر المتحدثين، تبين ما قيل في الندوة، وتلخص اللي قيل في الندوة. هنكتبها ازاي؟ هنكتبها كده اهي، ادي الكلمة الختامية قدامك دي كده. طيب هتيجي دي كده ايه عادي، بص بقى ثوابت الكلمة الختامية اهي، هنمسك كده كده، وضحت قدامك اهي. هنيجي هنا للكلمة الختامية. جميل، يلا يلا نبدأ الكلمة الختامية. احفظ بقى الكلمة الختامية، هنبدأ كده، واقول لك اشكر اللي حضر، اقول كده في وفي ختام ندواتنا، او تقول في ختام الندوة، في وفي ختام ندواتنا. سهلة دي كده، ماشي. اتقدم فاصلة، الختام ندوة فاصلة، اتقدم الشكر والتقدير، احفظها بقى اهي، للحاضرين ماشي، وفي ختام ندواتنا اتقدم بالشكر والتقدير للحاضرين ماشي، كما على حسن استماعهم بقى. كما ايه؟ على حسن استماعهم. ايوه، اتقدم بالشكر والتقدير، ماشي، على حسن استماعهم، على حضورهم وحسن استماعهم، ماشي. كما عادي، ما تخافش، شوف العناصر اللي هو عايزها لك ايه في الكلمه الختاميه. قال لك شكر للحاضرين، اشكر الحاضرين. قال لك شكر للمتكلمين، اشكر المتكلمين. اتكلم الندوه كان بيتكلم فيه، قول الندوه كان بيتكلم فيه. هات له العناصر واربطهم ببعض، ما تخافش. يعني بنسبه كبيره طبعا 99% جايه الكلمه الختاميه، احنا الكلمه الافتتاحيه اسف، بنسبه 99% جايه الافتتاحيه، بس لو جت الختاميه ما تخافش. قال لك اعمل فيها 1 2 3 حطهم لي. هشكر، احط لك عبارات شكر، اشكر سين اشكر سين، اشكر صاد اشكر صاد، اتكلم على اللي اتقال في الندوه، اشوف الندوه دي كانت على ايه، وابدا اقول له الندوه دي احنا قلنا فيها 1 2 3. كما اشكر فصل الاول، كلمات التركيب طبعا مهمه يا جماعه. كما اشكر علماءنا او اساتذتنا الذين شرفوا ندوتنا. طبعا قال لي بقى بعد كده ايه فاصل، وقول اللي اتقال في الندوه وبينوا لنا، اربط بقى الكلام ببعضه، اساتذتنا شرفونا في الندوه وبينوا لنا اللي هو بقى ايه احنا قلنا في الندوه ايه، بينوا لنا ايه، بينوا لنا دور الشباب في بناء الاوطان، عشان ان الشباب دول اللي هيشجروا ماشي فاصل، وأهمية تشجير البيئة لتكون أصلا منقوطة بقى، عشان أجيب لتكون، عشان أجيب سبب لتكون بلدنا خضراء نقية من التلوث فاصلة، خضراء فاصلة، لتكون بلدنا خضراء فاصلة نقية من التلوث. ادي يا عم الكلمة الختامية، ما تخافش منها، شوف اللي هو عايزه ايه قول. قال لك والله اكتب كلمة ختامية، اشكر فيها اللي حضروا، اشكر له فيها اللي حضروا ومط الكلام، واشكر فيها اللي اتكلموا، واشكر فيها اللي اتكلموا، واشكر احنا قلنا ايه، احنا قلنا ايه اهمية دور الشباب في بناء الاوطان، واشرح فيها شويه اهميه تشجير البيئه لتكون بلدنا خضراء خاليه من التلوث ماشي، فالاشجار تساعد على يعني نقاء البيئه من الملوثات، و اشرح فيها ده اللي اتكلمنا فيه ماشي. هات له بقى ايه وهات له حديث ثاني لو قال لك استشهاد عادي في الاخر، نفس اللي عملناه
في الكلمة الافتتاحية بس، بدل ما كنا بنبدأ السادة الحضور هنبدأ بقى في ختام ندوتنا نشكر كذا ونشكر كذا وبنفكر احنا والمتكلمين دول تكلمونا في كذا وكذا وكذا، اللي هي الحاجات اللي اتكلمنا فيها وشرحها تاني. لكن هي بنسبة 99% ان شاء الله المفروض على كلام الوزير كلمة افتتاحية. لو جت ختامية بنتعامل معها. قال لك طب اكتب مقدمة عن موضوع بعنوان كذا، ايه بقى المقدمة عن موضوع؟ عارف التعبير القديم اللي انت كنت بتقسمه للمقدمة والعناصر؟ اعمل عناصر للموضوع ده. لو قال لك اكتب مقدمة عن موضوع، اعمل عناصر للموضوع وصيغ العناصر دي في جمل تكون مقدمة موضوع مترابط، لأن المقدمة عبارة عن مضمون الموضوع اللي يقرأها كأنه قرأ الموضوع، اللي هي مقدمة موضوع التعبير القديم. في الآخر بقول لكم يا جماعة يعني ما تتوتروش من الامتحان والله العظيم، وما تخافوش مدام انت ذاكرت وتعبت ما تخافش، انا على ثقه من كده. خلي الاول عندك ثقه بربنا عز وجل، توكل على الله اولا، حاجتين للنجاح في الحياه. اللي انت يكون لك علاقه بربنا، ما ينفعش تكون ما فيش علاقه وانت عايز تنجح، لازم يكون في علاقه بربنا عز وجل. وتدعي لنفسك قبل ما تطلب من غيرك يدعي لك، انت اول واحد هتعرف تدعي لنفسك. ليست النائحه الثكلى كالنائحه المستاجره اللي بتيجي تصوت في المعازي وهي مجروحه، غير اللي بتصوت وهي جايه دافعين لها فلوس عشان تيجي تدي صوتين. انت اكتر واحد حاسس بنفسك، هتدعي لنفسك بعد بعد كده غيرك يدعي لك. في نفس الوقت بتعمل اللي عليك. طيب ما دام انت توكلت على الله ومرتبط بالله وعملت اللي عليك فليكن ما يكون، واعلم ان تعبك لن يضيع، واذا ما شفتوش في النتيجه هتشوفه في حياتك والنماذج كتير. ما دام تعبتوا ومتوكلين على الله ما تخافوش، والله اللي بيتعبوا ربنا دايما يعني بيلاقوا تعب، ربنا عشان ما يبدعش تعب حد. حتى وان وده احتمال ضعيف ما شفتوش في النتيجه، هتشوفوا في الكليه اللي هتدخلها وهتشوفوا في تخصصك ونجاحك في الحياه. والله دي نصيحه ليكم، ما توتروش نفسكم زياده عن اللزوم، هي في الاخر سنه ومرحله جزئيه من الحياه وليست كل الحياة. احنا بنلوم المقصر بس، مقصر في اي حاجة هو الذي يلام بس، انما اللي ما قصرش ده ما يتلمش. في اي حد ليه اي سؤال؟ انا هبص كده على سامحوني لو انا قصرت معاكم في حاجة بجد والله، يعني انا والله نفسي ان انا اقدم لكم كل حاجة. كلم يا محمد، كلم سامعك. السؤال بتاع يا طالبا اجتهد ده الصوت كان بيقطع معايا فيه، فلو سمحت. السؤال بتاع يا طالبا اللي انا شرحته صح؟ ايوه اللي انا قلت يا طالبا اجتهد. ما له السؤال؟ جمله اجتهد دي تعب بنعتبرها جمله ابتدائيه اصلا. اجتهد، بص يا جماعه الجمله لازم تكون بتوصف النكره، هي اصلا اجتهاد ما بتوصفش طالب، ماشي؟ وتاني حاجه لازم يكون في ضمير رابط، لازم يكون في معنى الوصف وضمير رابط. بعدين يا طالبا، ده مطالبا منادى، بعد كده بدا يخاطبه، بدا ابتدى الكلام، انا بنادي عليك عشان تنتبه، فقلت لك اجتهد، فبنعتبرها جمله ابتدائيه، فلا محل لها من الاعراب. تمام. وجملة اللي هي إجمال زي التفصيل، الإجمال بيترب إيه والتفصيل بيترب إيه؟ السؤال في النحو. اللي هو الجملة بتيجي تفصيل بعد إجمال. أيوه السؤال 42 صح؟ أيوه. أي تفصيل بعد إجمال؟ يعني اتقوا الله في المرأة واليتيم. المرأة بدل. الجزء الاول من التفصيل هو اللي بدل، انما اليتيم اسم معطوف. تمام. واي بيجي وراها مضاف اليه على طول؟ ايه؟ اي لازم يجي بعدها مضاف اليه. تمام. هرد على الناس اللي كان معانا على اليوتيوب بس بعد ما اخلصكم. قول. شكرا. تشرح قاعده صيامك؟ ماشي حاضر يا ملك، اشرح لك دلوقتي. في اي حاجه تانية يا محمد؟ طيب ماشي شكرا. ممكن اشرح قاعده صيامه عينيا.
في حاجة تانية يا محمد؟ أنا معاك ما تقلقش، قول قول يا ابني ما تقلقش. قول ما فيش، شكرا. طب حاضر. بصي بصي يا ملك، شايفة كده السبورة واضحة؟ عشان المثال كده تبقى سريعة على طول. لا أحب، ماشي، الأدب لا سيما الشعر. جميل. المثال الثاني، أحب الأدب لا سيما شعر. طيب بص يا ابني، واضحة كده؟ واضحة المثالين كويس كده؟ أهم. لا سيما، سي اسم لا منصوب لأنه مضاف دائما، خدي بالك بقى، سي اسم لا منصوب لأنه مضاف دائما. طيب يعني لازم يجي بعده مضاف إليه. طيب فلو اعتبرت ان ما هي المضاف اليه، ماشي، يبقى الشعر خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الشعر، يبقى اللي بعد لا سيما يعرب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الشعر. طيب اعتبرت ان ما زائده، تبقى الشعر لما يكون معرف بقال، معرف بقال، هيبقى الشعر هي اللي مضاف اليه، لان هي كده كده سيه موصول، سيه اسم لا منصوب بالفتحه وخبرها محذوف تقديره بقى في ذلك. ماشي. طيب يبقى اعرب سيه اسم لا منصوب وهي مضافه دائما، لانه منصوب نوعه مضاف، نوعه مضاف، فيا اما اعتبر ما مضاف اليه فاعراب الاسم اللي بعد لا سيما هيكون خبر لمبتدا محذوف. طب لو اعتبرتها زائده، حرف زائد، يبقى الشعر هي المضاف اليه لان سي مضافه دائما. طب لما بيجي بعدها نكره تبقى ما هي اللي مضاف اليه، وشعرا النكره المنصوبه بعدها تمييز. ده باختصار، وضحت؟ تمام. انا هرد على اهم الاسئله اللي جت كده على اليوتيوب. انتوا كده في حد اللي كنت سؤال تاني؟ مستر فيا نفس كم تبغينا ما ليس حادثا. هرد على اسئله اليوتيوب. في حد عايز يسال هنا؟ هاجر، قولي يا هاجر. ماشي. هو احنا امتى بيبقى الفعل بيحصل له تغيير؟ الوسط والمثال والحاجات دي، اللي هو الفعل المعتل. ماله، عايزه تسالي في ايه؟ امتى بيحصل له تغيير في اخره كده؟ شرحتها في لايفات الخاصه بتاعتنا، محدش يكتبه لو راجعيها، لا في اي فيديو من الفيديوهات الخاصه بتاعتكم هتلاقيها. احنا قلنا الفعل الصحيح لا يحدث له تغيير، باختصار اهو تيجيها بقى، الفعل الصحيح لا يحدث له تغيير، هو التغيير لما يتصل بضمائر الرفع الايه، لان السؤال ده ثابت على طول في الامتحانات على فكره، تغيير الفعل لما يتصل بالضمائر، لما يتصل بضمائر الرفع الايه المتصله، لما يتصل بضمائر الرفع السته المتصله، تاء الفاعل، ن الفاعلين، نون النسوه، دول ثلاثه ساكنين، وهو الجماعة اللي في الاستنياء المخاطبة، دول ثلاثة متحركين. الفعل الصحيح ما بيحدثش تغيير إلا في الفعل المضاعف، يعني مشدد، في حرف شدة زي عد وشد ومد، بفك التضعيف مع ضمائر الرفع المتحركة اللي هي الفاعلنا الفاعلين النسوة، أقول مددت مددنا مددنا، ماشي. بس في نون النسوة، لأن تاء الفاعل هنا الفاعلين بيجوا في الماضي، في نون النسوة في الفعل الأمر هجيب ألف وصل أقول امددنا، ده التغير اللي بيحدث الصحيح مع الثلاثة الضمائر المتحركة بس، تاء الفاعل، ن الفاعلين، نون النسوة. الصحيح لا يحدث له تغيير إلا المضاعف، بنفك التضعيف
مع ضمائر الرفع المتحركة فقط، الفاعل من الفاعلين والنسبة. أما مع ضمائر الرفع الساكنة وهو الجماعة الفلسطينية المخاطبة ما فيش أي حاجة، بوصلهم عادي. ولما أفك التضعيف، لما أجيب الفعل الأمر مع ألف مع نون النسوة، مع فك التضعيف أجيب ألف الوسط، أقول امدودنا. طب الفعل المعتل الوسط، قال وعام وصام، مع ضمائر الرفع المتحركة برضو بس تاء الفاعل من الفاعلين نون النسوة بنحذف حرف العلة. فقال لما اتصل بتاء الفاعل أقول قلت، مع نا الفاعلين قلنا، نون النسوة قلنا، أو يقولنا في المضارع، أو قلنا في الأمر شبهها. حذفت حرف العلة، وحرف العلة هنا المحذوف عين الكلمة. فلو هحذف هوزن قلنا على وزن فولنا، عين الكلمة تتحذف من الميزان. طب الفعل المعتل الآخر قضى ودعا، قال لي لا يحدث تغيير إلا مع ضميرين ساكنين المتحركة، لا ساكنين بس، وهو الجماعة وياء المخاطبة المؤنثة. لو اتصل الفعل المعتل الآخر بضمائر بواو الجماعة وياء المخاطبة بنحذف حرف العلة، ده التغيير. إنما مع ضمائر الرفع المتحركة وألف الاثنين مفيش تغيير، ده المعتل الآخر. معتل الوسط، عيد تاني، معتل الوسط بنحذف حرف العلة اللي هو عين الكلمة مع ضمائر الرفع المتحركة. معتل الآخر التغيير بيحدث إذا اتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة، بنحذف حرف العلة وده لام الكلمة. عشان كده يقضون بنقول على وزن يفعون، لأن حرف العلة اتحذف اللي هو لام الكلمة، وأنت تقضين على وزن تفعين. وصلت كده باختصارها؟ ايوه تمام يا مستر، تمام. ولو في أي حاجة تابعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انتوا عايزين بقى تغادروا الحاجة، انا هرد كده سريعا للي عايز على الأسئلة المهمة. فهي نفسه كان تمغينا ما ليس حديثا وحتام أمالي، هنا أسلوب إنشاء طلب استفهام، يا نفس كم تبغين، غرضه التعجب. ده النموذج اللي احنا حللناه، النموذج الختامي، مع ما دام الناقصة بترد الطالب عقلاني سلوكه، سلوكه بدل الاشتمال. يأبى الله إلا أن يكون، أن يكون مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. يأبى الله كونه، تؤول بكونه ماشي، وتبقى يأبى الله كونه كذا تبقى مفعول به. وجزاك مثل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله إن احنا نكون وفينا لكم أي شيء.